حكاية مهندس ومايسترو خطة العبور في 73. اتصنف كواحد من أفضل 50 قائد عسكري في التاريخ الحديث، وشخصية ليها معجبين كتير في مصر والوطن العربي. اسمه محمد عبد الغني الجمصي. هنتعرف على بعض إنجازاته العسكرية العظيمة في أهم حرب دخلتها مصر، وهي حرب أكتوبر 73. وهنسأل يا ترى إيه سر خوف الإسرائيليين من الراجل ده، وليه لقبوه بالجنرال النحيف المخيف، وإيه حكاية كشكول بنت صغيرة اسمها منى اللي تسجلت عليه أعظم خطة تكتيك عسكري في تاريخ الحروب الحديث. وهنعرف كمان عمل إيه لما كان قائد للوفد المصري في مباحثات الكيلو 101 ومفاوضات السلام. هنجاوب على كل الأسئلة دي وتفاصيل تانية أكيد هنعرفها في حلقة النهاردة، ونبدأ على بركة الله بعد الفاصل. الحكاية بدأت في سنة 1930 لما وزارة الحربية وقتها قررت تفتح باب التقديم والقبول في المدارس العسكرية لكل طبقات الشعب المصري المختلفة، من ابن الغفير لابن الوزير. وده بعكس ما كان حاصل قبلها لما كانت المدارس دي مش بيدخلها غير بس ولاد البشوات والأعيان. وبناء على كده وبعد القرارات الجديدة دي يدخل بطلنا محمد عبد الغني الجمصي المدرسة الحربية. وكان محمد من أسرة بسيطة ومكافحة عايشين في قرية صغيرة تابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ويتخرج من المدرسة الحربية في سنة 1939 وبالتحديد من سلاح المدرعات. وفي بدايات مشواره العسكري وهو لسه بيقول يا هادي تقابله الحرب العالمية الثانية، ويشارك في واحدة من أعنف معارك الدبابات اللي دارت في صحراء مصر الغربية، واللي كانت ما بين قوات التحالف بقيادة البريطاني مونتجمري وقوات المحور بقيادة الألماني رومن. وطبعا الفترة دي من حياة الجمصي كانت في صالحه تماما، عشان فيها أخد خبرات سنين طويلة من بدري في بداية حياته العسكرية. وتمر السنين وبطلنا لسه بيكون شخصيته العسكرية مرورا بالعدوان الثلاثي على مصر في سنة 56، واللي بعده اتعين لفترة في المخابرات الحربية والاستطلاع ووصل لدرجة مدرس فيها، لغاية ما جت سنة 67 وجت معاها النكسة، وكان وقتها الجمصي ماسك رئيس أركان الجيش التاني، فما استحملش صدمة كارثة النكسة اللي اتحسبت على مصر أوانطة بسبب استهتار المشير عبد الحكيم عامر. المشكلة اللي وضع فيها عبد الحكيم عامر انه تعين قائدا عاما للقوات المسلحة من رتبة رائد، اصبح النائب الاول لرئيس الجمهورية، بيتولى مسؤوليات كثيرة جدا في الدولة، وبالتالي لم يوجه جهده للعمل العسكري كما يجب ان يكون القائد. فقدم استقالته فورا، ولكن الرئيس عبد الناصر طبعا رفضها وما قبلش انه يخسر واحد من اكفأ ضباط وقادة الجيش بتوعه في الوقت اللي طبعا مصر هتبقى محتاجة فيه لكل الكفاءات زي الجمصي. وعشان بطلنا كان حابب فعلا يخدم بلده، قرر انه يتراجع عن الاستقالة وانضم لهيئة التدريب لحد ما تولى رئاستها سنة 71، عشان يكون مسؤول عن تدريب وتأسيس الجيش اللي مطلوب منه ينتصر بعد الهزيمة ويرجع لمصر ارضها وكرامتها اللي ضاعت في 67. أنا قدمت الاستقالة عن اقتناع، ترفض الاستقالة، وتعينت رئيسا لأركان جبهة قناة السويس مع الفريق أول أحمد إسماعيل في ذلك الوقت لنساعد في إعادة بناء القوات المسلحة. ويختاروا السادات في سنة 72 عشان يكون رئيس لهيئة العمليات، ويبقى بالاختيار ده على رأس مهندسين التكتيك والتخطيط للعمليات الصعبة. وطبعا وقتها ما كانش فيه أصعب من التخطيط لأهم عمليات هتتم في تاريخ مصر الحديث، وهي طبعا عمليات حرب أكتوبر. وفي يوم من الأيام والجمصي قاعد في بيته بيفكر يبدأ إزاي التخطيط لعملية العبور اللي كان مكلفه بيها السادات والمشير أحمد إسماعيل، فيلاقي بالصدفة قدامه كشكول من كشاكيل بنت منى تلميذة الابتدائية وقتها، فبدأ يسجل ويكتب فيه كل معلومة مهمة عن إمكانيات وقدرات العدو قصاد إمكانيات الجيش المصري والسوري. ومن الكشكول ده اتحددت معالم أعظم خطة تكتيك عسكري للعمليات في التاريخ الحديث، وكان ليه أهمية كبيرة جدا عند السادات فسماه كشكول الجمصي. وده بعد ما ناقشه مع المشير أحمد إسماعيل في برج العرب في أول شهر إبريل، وبقى كشكول الجمصي ده مرجع رئيسي بالبلدي كده في كل خطوة من خطوات التخطيط لعملية العبور. لدرجة ان السادات بعد تحديد خطة الحرب قال الجمصي بهزار
مين يصدق ان خطة العبور اتحددت من معلومات في كشكول تلميذة ابتدائي؟ وفعلا كانت كل المعلومات الموجودة في الكشكول ده بتشمل كل كبيرة وصغيرة عن وضع قواتنا وقوات العدو على الجبهة وكل التفاصيل عن العدو، وما سابش الجمصي اي تفاصيل ولو صغيرة الا وكتبها تحسبا لاي ظروف. وطبعا لك ان تتخيل دقة تخطيط وحرص رجل مخابرات سابق ممكن تبقى عاملة ازاي. واشتغلت هيئة العمليات بناء على تعليمات وتوجيهات الجمصي، وبدأوا بالدراسة الشاملة والتحليل لكل كبيرة وصغيرة من التفاصيل، فدرسوا كل شهور السنة عشان يحددوا أفضل شهر مناسب لعملية العبور من حيث حالة المد والجزر وسرعة الطيار واتجاهه في القناة، ودرسوا طول مدة النهار في أيام الشهر نفسها عشان يحددوا ليلة يكون فيها ضوء القمر واضح في أولها وضلمة في آخرها، وبكده يكون النص الأول أنسب لمد الجسور والكباري بعد السيطرة على القناة، والنص الثاني من الليلة مناسب لعبور القوات. ودرسوا الأجازات كلها في إسرائيل وتأثيرها على عملية التعبئة وحالة استعدادات الجيش الإسرائيلي عموما. وبعد كل المجهود الأسطوري لجهاز هيئة العمليات تم تحديد اليوم المناسب للعبور، وهو يوم 6 أكتوبر 73، واللي هو كان في نفس الوقت يوم عيد الغفران في إسرائيل، وكان في نفس الشهر كمان عندهم انتخابات برلمانية. واختاروا الساعة 2 الظهر عشان يكون وقت غير متوقع أبدا لبداية حرب كبيرة، عكس الوقت الطبيعي اللي بيكون غالبا مع أول أو آخر ضوء في النهار. وتم دراسة وضع الشمس الأنسب لجنودنا في وقت العبور، بحيث تكون أشعة الشمس متوجهة في وش قوات العدو وفي ظهر قواتنا. وحددوا كمان الوقت والطريقة المناسبة لسد فتحات النبلم في القناة، والأهم من ده كله وضع القوات البحرية وقفل المضايق في عملية الحصار البحري اللي كان لازم تتعمل على إسرائيل، ودي كنا اتكلمنا عنها في حلقة حصرية سابقة موجودة على القناة. وكانت حسابات الجمصي في هيئة العمليات بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى في منتهى الدقة ومحسوبة بالملي زي ما قال الفريق الشاذلي بعد كده في تصريح لي. وفعلا الحكاية كلها ودقة التخطيط والتنفيذ ليها كانت معجزة حرفيا، وخسارة كبيرة قوي انها ما تصورتش بكل تفاصيلها عشان تكون مرجع لكل الاجيال اللي هتيجي بعد كده. المهم انه بعد تمام عملية العبور وبعد ما ادى الجمصي مهمته في قيادة هيئة العمليات بنجاح، اتولى مهمة جديدة وهي قيادة هيئة الاركان بعد خلاف السادات الشهير مع الفريق سعد الدين الشاذلي وبعد ثغرة الدفرسوار. وبمناسبة الثغرة كان في وقتها رأي حكيم للجمصي وللشاذلي في نفس الوقت برغم اختلاف الرأيين، فالشاذلي كان قال ما ينفعش نطور الهجوم وقواتنا تتحرك من غير تغطية جوية وتكون صيد سهل للقوات الجوية الإسرائيلية. أما الجمصي بقى فكان رأيه أنه يتم تطوير الهجوم في أقل من 24 ساعة بعد النجاح الكامل لعملية العبور، وقبل ما تفوق إسرائيل من صدمتها مع استغلال حالة الدربكة اللي هيكونوا فيها بعد خسائرهم الكبيرة. وإلا هيكون رأي الشاذلي هو الأنسب لو ما كانش تطوير الهجوم هيتم بسرعة وخلال 24 ساعة بس. وبغض النظر عن اللي حصل على أرض الواقع كان إيه بقرار السادات، إلا إن الجمصي بعد ما تولى رئاسة الأركان بالفعل كان مجهز خطة فورية للتعامل مع الثغرة سماها الخطة شامل. ولكن الخطة دي ما تنفذتش بعد قرار وقف إطلاق النار، عشان بعدها يختار السادات الجمصي لقيادة الوفد المصري في مباحثات الكيلو 101، واللي كانت للأسف مهمة خطيرة ومؤلمة في نفس الوقت بالنسبة لمهندس الحرب المنتصر، ومهمة ما كانتش في توقعاته ولا كان يخطر على باله أبدا أن يقعد في يوم قدام العدو على ترابيزة واحدة ويتفاوض معاهم على وقف الحرب. ولكن القرارات السياسية أحيانا بتكون فوق إرادة ورغبات القادة العسكريين، والأول مرة في حياته العسكرية يحاول الجمصي أنه يزوغ من مهمة اتوكلت ليه، مهمة كان شايف أنها مش مناسبة لشخصية المحارب العنيد اللي جواه، وخصوصا لو كان في موقف المنتصر. ولكن السادات أقنعه بأنه أنسب شخص يقوم بالمهمة دي وأنه أكتر حد بيثق في قدراته على التفاوض، ويضطر الجمصي يوافق على المهمة ويروح بعربية جيب مع حراسة من قوات الصاعقة وعربية تانية تابعة للقوات الدولية.
وهناك بقى لما وصل لموقع التفاوض لقى الإسرائيليين مش عاملين حسابهم أصلا للاجتماع، وكانوا حاطين مشمع ما بين دبابة وعربية وتحت منه ترابيزة، وكأنهم مش متوقعين أصلا موافقة مصر على التفاوض والقعدة معاهم من خلال قادة عسكريين. حتى اللي احنا قعدنا فيها بين دبابة وعربية مدرعة وفوق مشمع. المهم الجامسي قابلهم من غير ما يبتسم في وشهم طول وقت التفاوض، ولا حتى سلم على رئيس الوفد بتاعهم ونائب رئيس الأركان أهارون يريف، وكانت لهجته مع الصهاينة نشفة وكلها برود، وما كانش عنده خلق يتصنع ولا يسيسهم بأي شكل حسب طبيعة شخصيته، لدرجة انه في مرة بعد انتهاء واحد من الاجتماعات خرج وراه عزرا وايزمان من الوفد الإسرائيلي وقال له انهم حاولوا يجمعوا صورة ليه وهو مبتسم، بس ما لقوش ليه ولا صورة. كان بيحاول يعني قال ايه يهزر معاه ويخليه يبتسم في وشهم ولو حتى من باب المجاملة، ولكن عمنا الجمصي بصله باحتقار وسابه ومشي. وبعدها قالت عنه جولدا مائير ان ده راجل عسكري عنيد ومعتز جدا ببدلته العسكرية المصرية، ولقبته بالجنرال النحيف المخيف، واللقب ده كان حقيقي فعلا، وبجد الجمصي كان مخيف جدا بالنسبة ليهم حتى بعد ما ساب الخدمة زي ما هنعرف بعد شوية. المهم ان امريكا كانت طبعا هي المسؤولة عن تنظيم مباحثات الكيلو 101 تحت قرار مجلس الامن رقم 340، وكانت اهم مطالب الوفد المصري في الاجتماع الاول هي رجوع القوات الاسرائيلية من السويس لوضعهم يوم 22 اكتوبر وضمان وصول الامدادات للسويس والجيش الثالث، وكانت اهم مطالب الوفد الاسرائيلي هي تبادل الاسرى وان القوات الاسرائيلية تفضل في طريق القاهرة السويس. وبعد انتهاء الاجتماع الاول نظم الاسرائيليين 3 خيم للمفاوضات، بحيث تكون خيمة للوفد المصري والتانية للوفد الاسرائيلي والتالتة لممثلين الامم المتحدة، وسمحوا كمان بحضور الصحفيين ووسائل الاعلام عشان تاخد المفاوضات كل الصور الرسمية والجدية، بس برضو ما وصلوش لحاجة مفيدة مع الجمصي بعد 7 جلسات مختلفة، لحد ما هنري كيسنجر وزير الخارجية الامريكي قدر يقنع السادات بضرورة وقف اطلاق النار والبحث عن حل نهائي للسلام بين مصر واسرائيل. وطبعا السادات كان مفكر في كل الاحتمالات من قبل ما تحصل، واخد قراراته المناسبة لكل احتمال، وده اللي خلاه وافق على مبادرة وقف اطلاق النار واتفاقية السلام بعد كده. ولكن القرار ده كان خبر كارثي بالنسبة للجامسي لما بلغوا بيه كيسنجر وقال له ان السادات وافق على وقف اطلاق النار وسحب القوات المصرية من شرق القناة ما عدا 7000 جندي و30 دبابة. فقال له الجمصي انه بصفته رئيس اركان الجيش بيرفض القرار ده لانه في صالح تأمين قوات اسرائيل ومش في صالح تأمين القوات المصرية في سيناء لو حصل هجوم في اي وقت. كيسنجر اتكلم قال القوات المصرية اللي هتبقى في الشرق هتبقى 30 دبابة على ما اعتقد و8 كتائب يعني 7000 جندي. انت جبت الكلام ده، انت بتدي الامن كله لاسرائيل وتشيل الامن كله من عندنا، لان القوات المصرية اللي موجودة في الشرق اللي موجود بالاعداد اللي انت بتقول عليها ده انا مانيش موافق عليه. فقال له كيسنجر ان ده في صالح اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل واللي لازم تحصل فيما بعد، وانه اكبر من مجرد وقف اطلاق نار في فترة الحرب. وطبعا ما باليد حيلة بالنسبة للقائد العسكري في الشؤون السياسية وفي أوامر وقرارات رئيسه، وتطبق بالفعل قرار وقف إطلاق النار. وفي شهر ديسمبر سنة 1974 اتولى الجمصي منصب وزير الحربية بعد وفاة المشير أحمد إسماعيل، وبالمناسبة كان هو آخر من يتولى منصب وزير الحربية عشان بعدها اتحول المنصب ده لمنصب وزير الدفاع، وتغير اسم الوزارة من وزارة الحربية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها دلوقتي. المهم الجمصي كمل في مفاوضات السلام وانسحاب إسرائيل من سيناء لحد ما سافر السادات للقدس في مرحلة الاستعداد لاتفاقية السلام. وطبعا الجمصي كان حاله زي حال كتير من القادة العسكريين وقتها، فكان معترض على بعض بنود الاتفاقية، وكان طبعا واخد الموقف من وجهة نظر عسكرية بحتة، وكان وقتها بيقول ان كامب ديفيد بتعبر عن نفسها بس، وده طبعا كان سبب خوف الصهاينة من الجنرال النحيف المخيف، وكانوا متأكدين انه واخد الامور كلها بوجهة نظر المحارب العنيد مش بأي وجهة نظر تانية.
وعشان كده إسرائيل بدأت بالفعل تطالب مصر بعزل القادة اللي ممكن يعطلوا اتفاقية السلام. وده اللي فهمه الجمصي من قرار السادات لما عزلوا قبل احتفالية ذكرى النصر بيومين، بعد ما كان رقاه لرتبة المشير عشان يجبر بخاطره ويقدر جهوده في معركة العبور، وبعدها عينه مستشار شخصي ليه. ولكن الجمصي طلب إعفاءه من الخدمة في سنة 1980 بعد ما كان قدم كل ما يملك من بطولات وتضحيات لوطنه والجيشه، بطولات وإنجازات شهد بيها العدو قبل الصديق، وعدد 24 وسام ونوط وميدالية عسكرية من مصر والدول العربية والأجنبية كمان. وصنفته مجلة الدفاع الأمريكية والموسوعة العسكرية الصدر عن البنتاغون كواحد من أفضل 50 قائد عسكري في العصر الحديث. ويعيش الجمصي في هدوء وسلام بعد ما ساب كل المناصب وكل حاجة ليها علاقة بالجيش، لحد ما ترجع الروح للي خلقها في يوم 7 يونيو سنة 2003 عن عمر 82 سنة. قضى سنين كتير منهم في خدمة بلده وإنجازات وبطولات عظيمة. مات المشير الجمصي، بس أكيد سيرته الطيبة هتفضل عايشة في كتب تاريخ مصر، واسمه مكتوب دايما في قائمة أبطالها الشرفاء. في 9 شهور بس قدر يعيد بناء جهاز المخابرات الحربية المصرية استعدادا لحرب 73، وتعهد انه هيضرب نفسه بالرصاص لو المخابرات الحربية المصرية فشلت في الحرب. فجهز اقوى جهاز مخابرات في العالم وبالامكانيات المحدودة اللي كانت موجودة وقتها، وتغلب بيه على اجهزة الموساد ومخابرات اوروبا وامريكا كلها في وقت واحد. الجنرال الصامت اللواء إبراهيم فؤاد نصار، مدير المخابرات الحربية في حرب أكتوبر 73 وبالتحديد من سنة 72 لحد أواخر سنة 75. وحكايتنا المرة دي عندنا من نصر الحرب أكتوبر والكيان اللي ورا الستارة، وهو جهاز المخابرات الحربية. فالجهاز ده باختصار هو اللي بيوضح الرؤية لجميع القادة في التخطيط للحرب عشان يحددوا التنفيذ الأنسب للنصر ويخططوا ليه بالطريقة اللي تضمن تحقيقه، ودوره كمان انه يحمي أسرار الجيش من انها تقع في ايد العدو في الوقت اللي يجيب فيه أسرار العدو عشان يحدد فين نقط ضعفه ويتغلب على نقط قوته. وطبعا كان ورا الجهاز العظيم ده قائد عظيم خد الموساد والمخابرات الأمريكية وأوروبا كلها في ناحية، وراح بمصر في ناحية تانية خالص. فمين هو دهية المخابرات الحربية المصرية في 73؟ وإزاي قدر يعيد بناء وتجهيز الكيان العظيم ده لحرب 73؟ لقوا كمان في خلال 9 شهور بس، وإيه حكاية مذبحة ضباط المخابرات اللي عملها؟ ايه هي اسرار منظمة سينا للمخابرات ودور بدو سينا في الحرب؟ وايه هو نظام الرادارات البشرية للمخابرات في سينا؟ وايه هي القوات الخاصة للمخابرات؟ الاسئلة دي كلها وغيرها كتير من الاسئلة هنجاوب عليها في حلقة النهاردة، ومصادر كل كلمة هنقولها النهاردة هتلاقوها كلها في وصف الفيديو. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. الجنرال الصامت دهية المخابرات المصرية في حرب 73 اللي هو إبراهيم فؤاد نصار، واحد من أعظم قادة حرب أكتوبر العظيمة وبطل من أبطال مصر بمعنى الكلمة. حصل على 20 وسام عسكري من الدرجة الأولى وحصل على نجمة سينا، ولما جه يقدم على الكلية الحربية كان التقديم مقفول فدخل كلية الطب، ورجع تاني يقدم في الحربية لما فتح باب التقديم، وهب نفسه لمصر وجيشها، وبسبب تفوقه في الدراسة خلص الكلية الحربية في 2 سنين بس بدل 3 سنين، ولأن المتفوقين كان ليهم حرية اختيار سلاحهم فاختار سلاح الإشارة. وفي خلال تكريمه مع الخمسة الأوائل رفض يبوس إيد الملك فاروق، ولما سأله مدير الكلية الحربية ليه عملت كده قال له أنا داخل الجيش عشان مصر ومش عايز سلطة عشان أبوس إيد الملك. معروف عنه حبه وإخلاصه لوطنه ولشغله، وعمره ما كان عنده طمع في كرسي أو سلطة، وده كان واضح جدا من تركه للمناصب الوزارية في أواخر أيام حياته العملية. ولأن الشخصية العسكرية العظيمة دي من الشخصيات اللي يتكتب في إنجازاتها الكتب ويتعمل عنها حلقات مش حلقة واحدة، وده لأنه صاحب إنجازات عظيمة في حاجات كتير ومختلفة، بس هنكتفي في حلقة النهاردة بالكلام عن إنجازاته في المخابرات الحربية وخصوصا في حرب أكتوبر. وتبدأ الحكاية من بعد نكسة 67،
وده لما القيادات خدت الدرس من سوء التنظيم وعرفوا ان التنظيم السليم ما بيكونش بناء على الثقة في الأشخاص وبس، ولكن بيكون بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وفي سنة 1971 يبعت المشير أحمد إسماعيل للواء فؤاد نصار ويقول له السادات عايزك تمسك جهاز المخابرات الحربية. فيتصدم نصار من الخبر لأنه عمره ما اشتغل في المخابرات قبل كده أثناء فترة خدمته وما يعرفش حاجة عن العالم الغامض ده أبدا، فازاي يعني هيقدر يكون مديره مرة واحدة؟ فيطلب منه المشير أنه ياخد فرصة 3 شهور عشان يدرس الدنيا ماشية ازاي في سلاح المخابرات الحربية عشان يعرف بعدها هل هو مناسب انه يكون مديره ولا لا. ويجيله تليفون من السادات ويقول له انت هتتشرط يا ابراهيم؟ فيقول له لا يا فندم، مصر هي اللي تتشرط، لاني لازم اكون جاهز لمنصب حساس زي ده عشان دي مهمة نكون او لا نكون، ولو فشلت فيها لقدر الله انا هضرب نفسي بالرصاص جوه مركز القيادة. ويرد عليه السادات اتوكل على الله وابدأ من دلوقتي. وفعلا بدأ نصار بكل طاقته يدرس طبيعة عمل المخابرات الحربية ويدخل في عالم كان جديد عليه تماما. ويتصل به السادات بعد 3 شهور بالظبط عشان يشوف قراره النهائي، فيقول له نصار أنا جاهز يا ريس، ويقول له السادات اتوكل على الله وابدأ من بكرة، يعني رسميا كده يمسك مدير المخابرات الحربية. والكلام ده كان في بدايات سنة 1972. والتكليف الأول ليه من السادات كان هو تجهيز المخابرات الحربية للحرب، فقال له نصار إن إحنا هنحتاج سنة على الأقل عشان نبقى جاهزين، بس السادات يقول له إن 9 شهور كفاية. وفعلا يتعهد نصار للسادات بإن اللي كان هيعمله في سنة هيقدر يخلصه في 9 شهور زي ما هو أمر. ويحط نصار خطة لإعداد وبناء جهاز مخابرات حربية قوي يقدر يحارب إسرائيل وأمريكا اللي بتدعمها بشكل مباشر، واللي كانت أول خطوة فيها هي مرحلة التنظيف والتطهير للجهاز من جوه. وكان فاهم كويس جدا أنه لازم في الأول يقضي على الفساد الموجود في الجهاز عشان يعرف بعد كده يركز في مهمته الأساسية. وكان أول كتيبة يزورها في بداية شغله الرسمي كمدير للمخابرات الحربية هي كتيبة الاستطلاع، ولما سأل عن قائد الكتيبة قالوا له ان هو مجاش النهاردة، فيؤمر نصار بنقله فورا للبحر الأحمر. ويدوب من أول شهر النصار في المخابرات وتحصل الحكاية اللي سموها مذبحة ضباط المخابرات، وهي فصل أكتر من 20 ضابط من الجهاز ورجوعهم لأسلحتهم اللي كانوا فيها قبل المخابرات. فأي ضابط كان شغال في المخابرات الحربية واستغل سلطته بره الشغل، وأي ضابط واخد المخابرات عشان يحقق غرض شخصي ليه، وأي ضابط مش بايع نفسه 100% لمهمته ولوطنه، كل ده طلع بره المخابرات وما ينفعوش يكونوا ضباط مخابرات في رأي نصار. فمبدأ جهاز المخابرات الحربية اللي كان قايم عليه هو رجالة أوفياء مخلصين بايعين نفسهم لمصر 100%، يشتغلوا ليل نهار تحت شعار نكون أو لا نكون، وإما النصر أو الشهادة، من غير طلب شهرة أو ظهور، وبمبدأ إنكار الذات. وكان ضابط المخابرات الحربية ممكن يبقى سبب أساسي في نجاح مهمات كتيرة، بس ما ينفعش يظهر في لقطات صورة النصر، ممكن كمان يعيش ويموت من غير ما حد يعرف بطولته أو تضحياته. وعلى أساس المبادئ دي كلها يختار نصار رجالته بمنتهى الدقة كأول خطوة لتجهيز المخابرات للحرب. ويقسم نصار جهاز المخابرات الحربية لثلاث جهات مختلفة، وهم منظمة سيناء وكتيبة استطلاع خلف خطوط العدو والقوات الخاصة للمخابرات. وكتيبة الاستطلاع خلف خطوط العدو كان دورها هو المعلومات العسكرية عن العدو من على الجبهة، ومنظمة سيناء كانت بتتكون من بدو سينا المدنيين بقيادة مجموعة من ضباط المخابرات لتدريبهم وتوجيههم. أما القوات الخاصة فهي مجموعة كان بيتم اختيار أفرادها لمهمة معينة، وبعد ما تخلص المهمة يتم تسريحهم من المخابرات. يعني مثلا يتكلف الفرد بمهمة في مكان معين لوقت محدد، ولما يحققها بنجاح تنتهي خدمته في المخابرات الحربية، وده كمكافأة للفرد لصعوبة ومشقة المهمة اللي عاشها. فلو ضابط يتنقل لمكان مريح شوية بعيد عن المخابرات، ولو عسكري مجند تنتهي خدمته العسكرية لما يخلص مهمته المخابراتية حتى لو خلصها في 3 شهور. ويحكي نصار عن البدو في منظمة سينا للمخابرات ويقول ان دور البدو مع الجيش في الحرب ما يقلش عن دور القوات المسلحة نفسها، وان بدو سينا فعلا ليهم دين في رقبة مصر. وكانت مجموعة البدو للمخابرات في سينا كبرهم اسمه اليماني، وهو اللي كان بيجند الاشخاص اللي عندهم اخلاص وكفاءة للعمل مع المخابرات المصرية في سينا.
وكان الأفراد دول منهم المسؤول عن نقل المعلومات العسكرية والتحركات عن العدو، ومنهم المسؤول عن توصيل الأكل والشرب لأفراد المخابرات على الجبهة بطرق احترافية من غير ما حد يحس بيهم، ومنهم اللي كان دليل طريق في العمليات المختلفة. ويحكي اللواء نصار حكاية طريفة عن واحد من رجالة منظمة سينا، ويقول انه في الثمانينات جابوه شاهد في قضية تجارة مخدرات، وكانت لنائب برلماني سيناوي. فيقول نصار في شهادته: بالنسبة لتجارته في المخدرات فده مش من اختصاصنا كجيش، ولكن الراجل ده واخد نجمة سينا للمخابرات في 73، واللي رشحه للمخابرات كبير شيوخ سينا، فكل شخص ملزم بخدمته البلد ووقت اللزوم، ومهما كانت له من زلات في حياته فشغله مش من اختصاص الجيش، ولو ما كانش معاه فلوس كتير ما كانش هيعرف يصرف على نجاح مهمته. ويحكي نصار في مذكراته حكاية الراجل السيناوي تاجر المخدرات ده بالتفصيل، ويقول انه كان معين شخص سيناوي اسمه اليماني قائد للبدو في منظمة سينا، وكان مديله رتبة عميد، وكان ليه عند المخابرات ثقة كبيرة. وفي يوم طلب منه يرشح ليه شخص عنده كفاءة يكون مسؤول عن إعاشة مجموعة من أفراد القوات المسلحة في سينا، فرشح ليه اليماني الشخص ده اللي كان بيتاجر في المخدرات وقتها، بس عمره ما تعامل مع الإسرائيليين أبدا، وده كان حال كل أهالي سينا تقريبا، لدرجة إن أغلبيتهم ما كانوش بيقبلوا يبيعوا ولا يشتروا منهم حاجة مهما كان احتياجهم ليها. وفعلا قدر الشخص ده انه يهرب مجموعة من قوات المظلات المصرية كان تم انزالهم في جنوب سيناء، وكان عدد المظليين دول حوالي 120 فرد، فهربهم السيناوي زي ما كان بيهرب المخدرات. لا وكمان فضل يصرف عليهم من ماله الشخصي لشهر كامل لحد ما كملوا مهمتهم بنجاح. ويحكي كمان نصار عن دور بنت مصرية ممرضة في غزة مع المخابرات المصرية، طلبت انها تتطوع لمساعدة افراد الجيش المصري، فاشتغلت مع كتيبة الاستطلاع اللي خلف خطوط العدو في غزة، وسهلت ليهم مهمات كبيرة ونقلت ليهم معلومات خطيرة عن العدو. وكان حال البنت دي زي حال كتير من الجنود المجهولين من أبطال أكتوبر، الجنود اللي محدش عرف عنهم أي حاجة ولا كان ليهم نصيب في التكريم، زيها زي كتير من الأبطال المخلصين في الظل ومن ورا الستارة. وكان في أبطال كتير أوي للمخابرات على الجبهة في سينا يطول الكلام عنهم وعن بطولاتهم. ويتكلم نصار في مذكراته عن المجموعة 39 قتال وقائدها البطل الشهيد إبراهيم الرفاعي، وقال إن المجموعة دي كانت تابعة لإدارة المخابرات والاستطلاع، وكانت بتنفذ مهام قتالية بتوجيه من المخابرات مباشرة، وبتقاتل عشان تجيب المعلومات. كان شعار المجموعة تنفيذ المهمة بنجاح أو الشهادة. وقدر الرفاعي بمجموعته إنه يعبر القناة 35 مرة قبل الحرب، فعمليات كانت أغلبها تابعة للاستطلاع والمخابرات الحربية. ويذكر نصار عن المجموعة 39 إنهم في مرة عبروا القناة عشان يستطلعوا عن سلاح جديد ومتطور للإسرائيليين، فبدل ما يرجعوا بصور السلاح رجع الرفاعي ومجموعته بالسلاح نفسه بعد ما كان قتل الطقم الإسرائيلي الموجود في النقطة الحصينة بالكامل. ويحكي نصار عن إمكانيات الموساد وأمريكا الاستخباراتية في سيناء، ويقولوا إن كان عندهم أساليب تجسس إلكترونية حديثة جداً، لدرجة انه بعد الحرب بسنين شاف صور من الأقمار الصناعية الأمريكية اللي كانت في سينا، واتصدم من دقة الصور دي لدرجة انه شاف أفراد يعرفهم كويس، صورهم كانت واضحة جدا وهم في خنادقهم. وبالرغم من التطور الرهيب ده في الأنظمة الاستخباراتية للموساد ومن وراء أمريكا، إلا ان عظمة الفكر المصري وعجائب المخابرات المصرية كان ليها كلام تاني. فعلى الرغم من قلة الإمكانيات المحدودة لجهاز المخابرات الحربية المصرية وقتها، إلا أنه قدر يعمل شبكة رادارات بشرية فريدة من نوعها قدرت تتفوق على أنظمة المخابرات الحديثة للعدو. ولغاية وقتنا الحالي بتدرس العمليات دي في أجهزة المخابرات العالمية الكبيرة. وقدر رجالة المخابرات المصرية أنهم يدربوا بدو سينا بكفاءة تفوقت على كفاءة الرادارات والأقمار الصناعية الأمريكية. فكان الفرد من دول يمشي ويمر في قلب معسكرات الإسرائيليين من غير ما يكون ليه أي أثر، ويعيش ويتعايش كمان. وكان الفرد مدرب على الرصد والتتبع والتحليل السليم للصورة اللي كان بيرصدها. وبالمناسبة اللي كان بلغ عن دخول الدبابات الإسرائيلية الثغرة كان واحد من الأفراد دول، وفي نفس الثانية كان تقرير المخابرات واضح وكامل. وكان من نجاح المخابرات المصرية في الفترة دي برضو عن طريق الرادارات البشرية انها قدرت تعرف مواعيد واماكن زيارة قائد الجيش الاسرائيلي لمعسكرات الاسرائيليين في سيناء، فامر السادات باغتياله بغارة جوية، ولكن للأسف فشلت الغارة ونجا منها القائد الاسرائيلي.
بس ده ما ينفيش ابدا نجاح المخابرات المصريه في السيطره الكامله على كل شبر في ساحه الجبهه كلها في سيناء. ومش مبالغه ابدا لما نقول ان كان كل يوم وكل دقيقه وكل ثانيه الرادارات البشريه من منظمه سيناء وابطال المخابرات ترصد وتحلل وتستنتج المعلومات الصحيحه للعدو. وتيجي سنة 73 وتأيد المخابرات الحربية وجهة نظر التخطيط اللي كانت بتقول ان انسب وقت للعبور هو يوم الغفران لإسرائيل او يوم كيبور زي ما كانوا بيسموه، واللي كان موافق ليوم 6 اكتوبر 73 والعاشر من رمضان. وتم الاتفاق على اليوم ده مع الجبهة السورية واللي حضر مسؤولينها لمصر وهم لابسين مدني في سفن سياحية للتمويه. واتفق الجميع على ان يوم الحرب هو يوم 6 اكتوبر، على ان القيادات في الجيش ما تعرفش الكلام ده غير قبله ب15 يوم سواء في مصر او في سوريا، ويتم اخفاء ساعة الصفر ليوم الحرب نفسه. ويقول نصار عن دور المخابرات الحربية انهم كانوا لازم يتأكدوا طول الوقت ان اسرائيل ما عندهاش علم باستعداداتنا للحرب، وعشان كده راقبنا مخازن الطوارئ الستة بتاعتهم في سيناء واللي كانوا بيخبوا فيها دباباتهم واسلحة التعبئة عشان نتأكد طول الوقت انها مقفولة، وانهم بالبلدي كده بلعين الطعم بتاع المخابرات المصرية. وعشان كده بعتنا وحدة تراقب المخازن الاسرائيلية، وبعتنا كمان 22 فرد تم انزالهم من خلال البحر وبالهليكوبتر. كان دورهم جميعا يراقبوا تقاطع الطرق والمداخل والمخارج اللي بتودي للمخازن دي، ويرصدوا اي تحرك ناحية المخازن، وده عشان نطمن والاخر لحظة على نجاح خطة الخداع. وتظهر دقة وبراعة رجالة المخابرات والاستطلاع في نقلهم للصورة كاملة لكل شبر في سيناء موجود عليه العدو، وده اللي كان ليه الدور الأساسي في وضوح الرؤية للقادة في التخطيط وبالتالي للجنود والضباط في التنفيذ. فمن خلال تقارير المخابرات قدر سلاح المهندسين انه يصمم نموذج كامل في الفيوم شبيه تماما لخط بارليف والجبهة في سيناء، نموذج كامل لأماكن الخنادق والأسلاك الشائكة والألغام والساتر الترابي، وده اللي خلى التنفيذ كأنه واقع محفوظ ما فيهوش أي جديد. وكان من ضمن أهم التقارير المهمة لرجالة الاستطلاع هو تحديد أماكن النبالم الإسرائيلية على ضفة قناة السويس، واللي كان الهدف منها هو صب الوقود في قناة السويس في حالة عبور قوات مصرية عشان تتحول القناة في لحظة لقطعة من جهنم وتحرق أي مصري يفكر بس إنه يعبر القناة. وبالفعل كان بيتم التدريب على عبور نموذج شبيه لقناة السويس مع اشعال نار النبالم فيه، وللأسف استشهد عدد كبير من الجنود المتدربين واللي كانوا يعتبروا اول شهداء العبور من قبل ما الحرب تبدأ اساسا. وهنا يجي دور المخابرات الحربية اللي اشتغلت كل ثانية في كل يوم عشان تجمع معلومات كافية عن انابيب النبالم وتقدم تفاصيل تفيد في الوصول لاي حل. وبتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى وصلوا لمعلومات كاملة والحل الفعال لمصيبة النبالم، ونشرت المخابرات المصرية في وسائل الإعلام المختلفة إن العبور حاليا شبه مستحيل بسبب أنابيب النبالم اللي ملهاش أي حل، واللي ممكن تحول مية القناة في ثواني لأكتر من 700 درجة مئوية. وده طبعا زود غرور الإسرائيليين وخلاهم يتوهموا أكتر بإن الجيش المصري عاجز ويائس تماما من فكرة العبور حاليا، ويتأكد عندهم أكتر وأكتر كذبة الجيش الذي لا يقهر اللي كانوا مصدقينها. والحقيقة بقى وعشان الصورة تبقى كاملة والفضل يتنسب لكل أصحابه، موضوع أنابيب النبالم ده كان للعميل رفعت الجمال دور كبير جدا فيه، لأن هو اللي بعت في تقاريره كتير من التفاصيل المهمة واللي قدرت من خلالها المخابرات تعرف نوع المواد المستخدمة في الاشتعال وتفاصيل الفكرة كلها. وبمساعدة رجالة الاستطلاع عرفوا ان الانابيب دي مخصص ليها دورية اسرائيلية بتشرف عليها كل يوم في وقت محدد، وقدروا يحددوا الوقت المناسب لمجموعة الضفادع البشرية اللي يغوصوا فيه بأمان عشان يقفلوا فتحات الانابيب بالمادة اللي بتتمدد وتمنع تسريب النبالم منها، ودي كانت مادة من ابتكار سلاح المهندسين المصريين ومن مجهود ضابط صغير. وفعلا اتحركت مجموعة من الضفادع البشرية في يوم 5 اكتوبر بالليل قبل العبور ب 12 ساعة، وكان التحرك ده على مجموعتين، مجموعة قطعت خراطيم طلمبات الوقود الموصلة للانابيب، ومجموعة سدت فتحات الانابيب وعطلتها عن التسريب، ودي كانت واحدة من اعظم عمليات المخابرات في الجبهة، لان النجاح في العملية دي كان متوقف عليه نجاح العبور كله، وكان ببساطة عملية لتحطيم العمود الاساسي في الدفاعات الاسرائيلية. ويحكي نصار عن المركز 10 وقد ايه المخابرات نجحت في التمويه والاحتفاظ بسريته قبل واثناء الحرب.
والمركز 10 ده كان عبارة عن مقر القيادة للحرب في مكان قريب من الجبهة، وكان بيتكون من أوضة فيها كنبة بيقعد عليها الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وجنب منه وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. وبعد الأوضة دي كان في أوض تانية مستقلة كل إدارة ليها أوضة، المدفعية في أوضة والمشاة في أوضة وكذلك باقي الإدارات. ويقول نصار بخصوص المركز 10 إنهم بدأوا ينقلوا ليه التجهيزات والمستندات اعتبارا من يوم 4 أكتوبر، وإن القادة بدأوا يوصلوا للمركز في يوم 5 أكتوبر، ولكن السادات نفسه وصل للمركز يوم 6 أكتوبر الصبح. وساعتها خرج لهم السادات بفنجان من الشاي وقال انه سأل بفتوى مؤكدة ان فطار نهار رمضان جايز في الظروف اللي زي دي، وقال لهم انه من الافضل الفطار للقادة كلهم عشان قراراتهم وتركيزهم اللي بيتوقف عليها مصير مصر كلها في الحرب. وتيجي ساعة الصفر وتبدأ المدفعية بضرب اكتر من 45 الف قذيفة لاهم المواقع اللي رصدها رجالة الاستطلاع، ويكمل الطيران بالضربة الجوية اللي كان متخطط ليها انها تكون على مرتين. ولكن اللواء نصار حدد من تقارير الاستطلاع ان الضربة الجوية الاولى حققت نتائج الضربتين مرة واحدة، ومفيش داعي ابدا لضربة جوية تانية، وبالفعل لغى السادات الضربة التانية. وتعبر موجات الصعقة والمشاة قناة السويس بسلام، ودول كانوا اهم سببين نجاحهم ولد الثقة للقادة، وهدى مشاعر التوتر والقلق اللي كان الجميع فيها من ناحية أخطر عمليتين في الحرب، وهم عملية الضربة الجوية وعملية عبور المشاة لقناة السويس. وطبعا الكل كان فاهم كويس إن أي خطأ أو خلل في الضربة الجوية هيضعف جدا نسبة النصر في المعركة، ولو في أنبوب واحد من النبال مشتغل كان هيبقى كافي لفشل عملية العبور كلها. ولغاية لحظة وقف إطلاق النار والمخابرات الحربية كانت عاملة حسابها لكل خطوة، حتى الثغرة نفسها كانت المخابرات عارفة بيها قبل ما تحصل، وكمان قبل ما تقوم الحرب أساسا ونبهت ليها. وبالفعل القيادة حطت الفرقة الرابعة المدرعة لقفل الثغرة اللي كانت ممكن تحصل، ولكن تدخلات أمريكا بطرق مختلفة في المعركة اتسببت في الخلل اللي حصل وفتح الثغرة اللي كانت مقفولة ومتأمنة. وتاخد أمريكا درس تاني من المخابرات المصرية، وده لما أثبتت المخابرات وبالأدلة القاطعة دعم أمريكا عسكريا للقوات الإسرائيلية أثناء الحرب وبعد وقف إطلاق النار، وأدنتهم بتدمير طيارة حربية مصرية من السرب المصري اللي رصدهم. ومن هنا قال السادات جملته المشهورة: أنا بحارب أمريكا قبل إسرائيل، ولو على إسرائيل نقدر عليها، إنما الحرب تعتبر دلوقتي مع أمريكا نفسها. ويحكي نصار عن صدمة إسرائيل بالعبور، ويقول إنه مازال محتفظ بنسخة مترجمة لمقال صحيفة هارتس الإسرائيلية، واللي كان بيوصف مدى صدمة إسرائيل كلها كجيش وشعب من الهزيمة، وكان النص مضمونه إن حرب يوم الغفران عملت مفهوم جديد في إسرائيل كلها ما عرفتوش قبل كده، فالإسرائيليين عرفوا لأول مرة في حياتهم معنى كلمة هزيمة، وعاشوا تجربة الانعزال في الحرب، وجربوا شعور لما الزخيرة تخلص ومعاناة الحصار وعار الأسر. وده اللي قال عنه نصار إن صدمة الإسرائيليين بهزيمة أكتوبر أكبر من أثر نكسة 67 على المصريين. وعن سر قوة المخابرات المصرية في حرب أكتوبر قال مشي ديان بعد الحرب لما سألوه إزاي المخابرات الإسرائيلية ومن وراها المخابرات الأمريكية إزاي فشلوا الاتنين قدام المخابرات المصرية في الحرب، فكانت إجابته إن سر قوة المصريين إن كان عندهم رادارات بشرية مش عند أي حد تاني، رادارات متمثلة في عقول بتوصف وتحلل، ودي كانت أعظم وأقوى من رادارات التكنولوجيا اللي مش بتفكر. وعن مفاوضات الكيلو 101 قال نصار إن هو مقدرش يحضر المؤتمر وقبل السادات عذره لأسباب كتير، واللي منها إنه ما بيطقش يشوف خلقة الإسرائيليين، وإن الموضوع ده كان محتاج مسؤولين عندهم دبلوماسية وسياسة. وبعد الحرب وفي تكريم المخابرات الحربية في جلسة مجلس الشعب في سنة 74 في مؤتمر كان معمول لتكريم أبطال أكتوبر كلهم، امتنع نصار عن الحضور وقال إن تكريمي أخدته لما أخدت نشان عن دوري في المعركة، وده بالنسبة لي أفضل تكريم. أما بقى بالنسبة لرأي فؤاد نصار في السلام مع إسرائيل لما تسأل عنه، فقال أنا هسيب الرد للناس الواعية واللي بيقروا، وقال إنه لو ما حصلش تحرك سلمي وسياسي كان هيكون إيه وضعنا وموقفنا الاقتصادي كبلد بهدلة الحرب فيها كل حاجة. وفي بدايات سنة 1976 قابل نصار السادات وطلب منه يعفيه من منصبه في المخابرات والجيش، وقال له أنا بقالي 30 سنة النهاردة في القتال، والفترة اللي جاية دي أكيد عايزة فكر جديد وطاقة تانية،
فيوافق السادات بعد ما شاف انه مصمم على قراره، ولكن يطلب منه ان يمسك محافظ البحر الاحمر لثلاث شهور على انه يبقى يعمل اللي هو عايزه بعد ما نستلم سينا. ويقول نصار عرفت بعد الثلاث شهور ان السادات كان عنده رؤية قوية في قراراته، فلما قعدت ثلاث شهور في البحر الاحمر دخلت معارك هناك ما تقلش عن المعارك العسكرية. وبرضه بالرغم من كده السادات ما قدرش يستغنى عن خبرات فؤاد نصار، فيعينه في مناصب كتير لأهداف محددة عند السادات، أهداف ما تنفعش غير لراجل المواقف والمهام الصعبة وهو اللواء فؤاد نصار. وكان من تصريحات السادات عن نصار ودوره في حل المشاكل اللي كانت دايرة على حدود مصر إنه ألف تصريح أنا أدبت القذافي بفؤاد نصار. وكان آخر مناصب اتولاها اللواء فؤاد نصار هو منصب رئيس المخابرات العامة، والكلام ده من سنة 81 لحد سنة 83، وكان ليه دور عظيم فيها وتلقب بصياد الجواسيس في الفترة دي. وسواء في المخابرات الحربية أو المخابرات العامة، فاللواء إبراهيم فؤاد نصار كان ليه دور عظيم في الجهزين. ورغم طلبه المتكرر للتقاعد ورفضه مناصب السلطة، إلا إن السادات وحتى مبارك من بعده ما كانوش قادرين يستغنوا عنه، خصوصا في الظروف الصعبة، لحد ما اخيرا يقرر وبكامل ارادته انه يرتاح ويعتزل من كل المناصب السياسيه والعسكريه ويعيش في سلام وامان، بعد ما كان سبب من اسباب ان بلده كلها تعيش في سلام وامان. ويعيش على كده لحد يوم 23 مارس سنه 2018، وده اليوم اللي طلعت فيه الروح للي خلقها هي كمان في سلام وامان. وهنا تتقفل رسميا صفحة بطل المخابرات الحربية في الحرب وبطل المخابرات العامة في السلم ورجل المهام الصعبة في كل الأوقات. راجل بشهادة كل اللي عرفوه وعشروه في حياته العملية أجمعت الآراء على إنه ابن مصر النبيل اللي صدق فيه كلام ربنا سبحانه وتعالى لما قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. راجل عسكري وصلت شهرته للعالمية وتخطت حدود مصر أو حتى الدول العربية، وعلى الرغم من الشهرة العالمية دي إلا إنه ما أخدش حقه إعلاميا في بلده بالشكل اللي يليق بيه. وهتلاقي قليل من المصريين والعرب اللي يعرفوا قيمة الشخصية العظيمة دي. المشير المرحوم محمد أبو غزالة، مين المشير أبو غزالة ده وإيه الحروب اللي شارك فيها؟ ويا ترى كان موقفه ايه من النكسة ودوره في معركة العبور كان ايه؟ ايه حكاية علاقته بامريكا وعمل ايه عشان يطور الجيش المصري بجد؟ وحكايته مع السادات وحكايته الاكبر مع مبارك؟ هنحاول نجاوب على كل الاسئلة دي واكتر في حلقة النهاردة، ونبدأ على بركة الله بعد الفاصل. المشير محمد عبد الحليم ابو غزالة اتولد في يناير سنة 1930 في قرية زهور الأمراء في مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة. كان متفوق في دراسته من صغره ودخل الكلية الحربية وتخرج منها في سنة 1949، ولأنه كان شاطر في مادة الرياضيات اتخصص في سلاح المدفعية، وكونه لسه طالب في الكلية الحربية في وقت حرب 48 ده ما منعوش انه يشارك فيها قبل حتى ما يتخرج. وفي مرحلة التمهيد والتحضير لثورة الضباط الأحرار كان أبو غزالة ملازم تاني في كتيبة مدفعية في العريش، وكانت العين عليه من قادة الثورة، وده لتميزه وإخلاصه الشديد للجيش. ولما قامت الثورة زي ما احنا عارفين في سنة 52 كان أبو غزالة وقتها لسه في العريش، وده اللي منعه يشارك مشاركة فعلية فيها. بس بعد تأسيس مجلس قيادة الثورة اختاروا كمال حسين عشان يكون مدير مكتبه، وكان وقتها برتبة نقيب. ولكن أبو غزالة ما كملش كام شهر في الموقع ده وطلب من كمال حسين انه يسمح له يرجع للميدان من تاني، لانه شاف ان طبيعته بتميل للقتال اكتر من الشؤون الإدارية. وفعلا يكمل أبو غزالة مشواره من تاني في المدفعية، وتحوله بسرعة لعلامة واضحة ومميزة في السلاح ده. ومن تميزه في مكانه اتقال عليه انه عباس العقاد بتاع المدفعية، وده لانه كان قارئ ومحلل ومستنتج عظيم لكل شيء يخطر او ما يخطرش على البال يخص المدفعية. واللقب ده كان اطلقه عليه وقتها العقيد رشاد مهنا الاب الروحي للسلاح. وتمر السنين لحد لما تيجي نكسة 67، وكان ابو غزالة عقيد وقتها وكان رئيس فرع التعليم بمعهد المدفعية، وده السبب اللي خلاه ما يكونش مع القادة في سينا وقت النكسة،
بس كان له رأي إيجابي في النكسة دي، وقال إنها كانت الألم اللي فوق القوات المسلحة عشان تمتلك كل الأسباب لهزيمة إسرائيل في أقرب وقت، وفعلا يصدق في كلامه. وتيجي سنة 73 ويكون أبو غزالة وقتها برتبة عميد وقائد مدفعية الجيش الثاني الميداني، وطبعا شخصية عسكرية بتقلق أبو غزالة، كان لازم يكون من أكبر قادة حرب أكتوبر ومن أول القادة المعدودين اللي عرفوا بمعاد الحرب قبلها بوقت كافي، وكان مدي الأوامر للضباط تحت قيادته إنهم ما يسيبوش مركز القيادة ويكونوا على أتم الاستعداد في أي وقت لتنفيذ أي عمليات كبيرة. وكان أبو غزالة كله ثقة وجدية في التحضير لساعة الصفر، لدرجة إنه كان بيحضر بنفسه في كل أماكن تواجد رجالته على الجبهة. وتيجي ساعة الصفر للحرب الساعة 2 الظهر يوم 6 أكتوبر 73، وبعدها بخمس دقايق بدأت مدفعية أبو غزالة في أكبر تمهيد نيراني حصل في تاريخ الحروب الحديث، في 53 دقيقة تاريخية من القصف المباشر بمنتهى الدقة على مختلف الأهداف بطول الجبهة، قصف فتح الممرات الآمنة لفرق المشاه المصرية بعد ما كانت اتدمرت الألغام والأسلاك الشائكة على الجبهة من ضربات المدفعية المصرية، وبعد ما عملت مدافع أبو غزالة أرقام قياسية تاريخية وعالمية، أرقام خلته يستحق عن جدارة لقب ملك المدفعية زي ما سموه بعد كده. وكان أبو غزالة بيتنقل ما بين 12 كتيبة مدفعية مسؤولة عنها على الجبهة في أثناء الحرب، وكان بيحضر بنفسه في مناطق الملاحظة في الخطوط الأمامية مع رجالته. ومن أهم المواقف اللي تسجلت لأبو غزالة كقائد عظيم عارف إزاي يرفع الروح المعنوية لرجالته في المواقف الصعبة، إنه في يوم من الأيام مر على ضابط صغير كان لسه متخرج من شهور قليلة قبل حرب أكتوبر، والضابط ده كان بيقود سرية مدفعية أثناء الحرب، وشاف أبو غزالة إن المدافع كلها مكشوفة على الأرض، فسأله ليه ما حفرش للمدافع في الأرض زي ما كان لازم يحصل، ويرد عليه الضابط بعصبية ويقول له مش هحفر واعمل اللي انت عايزه. وخلينا هنا نقول إن في الوقت ده كان ضباط وجنود الوحدة دي في موقعهم الصعب على الجبهة كانوا واصلين لأقصى درجات الضغط النفسي بسبب كثافة غارات الطيران الإسرائيلي بعد تدمير خط بارليف، والجحيم اللي كانوا عايشين فيه على الجبهة من بداية يوم 6 أكتوبر ولغاية يوم الوقف الكلي لإطلاق النار. والقائد الحكيم أبو غزالة كان فاهم طبعا النقطة دي كويس جدا، وعشان كده اتمالك أعصابه بعد كلام الضابط الصغير ليه، وقال للضابط بهدوء إن دي مدافع مصر والمفترض إننا ندافع بيها عنها، والمدافع دي مش بتاعتك ولا بتاعتي، وكل مدفع فيهم أمانة لازم نحافظ عليها. وقال له أنا ممكن أحكم عليك بالإعدام رميا بالرصاص وفورا لمخالفة الأوامر العسكرية، بس أنا هسيبك تعيش وتتعذب من تقصيرك في حق بلدك، لأنك سمحت لليأس يدخل قلبك ويأثر على عزيمتك في الدفاع عنها. وسابه ومشي، ومسك أبو غزالة كوريك وفضل يحفر بنفسه للمدافع، وده اللي شجع الضباط اللي كانوا معاه يعملوا زيه وكمان الجنود. وحتى الضابط نفسه رجع لعقله وراح اعتذر لأبو غزالة عن اللي عمله ده، والعساكر اللي معاه وضحوا لأبو غزالة إن دي مش طبيعة الضابط اللي كان بيقودهم من أول يوم بمنتهى الحماس، وإنه خرج عن شعوره غصب عنه، فسامحه أبو غزالة وفضل متابع أخباره بعدها وتأكد إنه قام ببطولات عظيمة هو ووحدته. وتنتهي الحرب ويتكرم أبو غزالة في حفل تكريم أبطال حرب أكتوبر سنة 74 وياخد نجمة الشرف، وكان الضابط الوحيد في سلاح المدفعية كلها اللي ياخد النجمة دي، وترقى من رتبة العميد أركان حرب قائد مدفعية الجيش الثاني لرتبة لواء ورئيس أركان مدفعية القوات المسلحة. وتيجي سنة 1976 ويتعين أبو غزالة ملحق حربي في الولايات المتحدة الأمريكية، وده كان الهدف منه هو نقل أساليب مختلفة للقوات المسلحة المصرية من خبرات الجيش الأمريكي اللي طبعا كان ومازال واخد الريادة في التطور العسكري. وفعلا كان اختيار أبو غزالة للمنصب ده وفي التوقيت ده بالذات هو الاختيار المناسب للشخص والمكان المناسب، وده لأنه قدم نتائج عظيمة للجيش المصري من مكانه في أمريكا وأثبت فعليا أنه الاختيار الصحيح. وهنعرف في نقط جاية قد إيه حقق فوائد عظيمة للقوات المسلحة من خلال علاقته بالأمريكان وخبراته معاهم، الأمريكان اللي تأكدوا بسرعة من كفاءة الراجل ده، لدرجة إن كبار القادة بتوعهم في كلية الحرب العليا
كانوا عاملين دراسة لأسباب فشل تحرير الرهائن الأمريكان في إيران وقتها، وكانوا جايبين اللواء أبو غزالة ويكون هو القائد الوحيد الأجنبي في المجلس عشان يستعينوا بخبراته وتحليلاته العسكرية العبقرية، واختاروه بعدها عشان يدرس في كلية الحرب العليا عشان طبعا ده يساعده بعد كده في تكوين علاقات مع كبار العسكريين وأعضاء الكونجرس الأمريكي. وكل ده وبالبلدي كده كان هدفه هو نقل أسرار الإدارة العسكرية بالأسلوب الأمريكي للقوات المسلحة المصرية، ويقوم أبو غزالة بمهمته في أمريكا على أكمل وجه عشان يرجع بعدها على مصر ويتولى إدارة المخابرات الحربية اللي ما كملش فيها أيام كتير، وده لأن السادات عينه رئيس لأركان حرب القوات المسلحة في مايو سنة 1980، فيسلم إدارة المخابرات الحربية للواء لبيب شراب واداله مجموعة كتب عن المخابرات وأساليب إسرائيل في الإعلام والتزييف. وما يقعدش أبو غزالة في منصب رئيس الأركان لفترة طويلة، ففي سنة 1981 يتوفى الفريق أحمد بدوي ويتعين أبو غزالة وزير للدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة. وزي عادته في التميز في كل مكان بيتواجد فيه، نقل أبو غزالة الجيش المصري لمكان مختلف بالتطوير والتحديث ولكل أركان المؤسسة العسكرية، واهتم بالتطوير ده على كل المستويات سواء على مستوى السلاح أو على مستوى الجندي نفسه، وعمل مصانع وزارة الدفاع زي مصنع 200 ومصنع 99 المتقدم، واستغل الصناعات العسكرية المصرية والأول مرة في التصدير، وكان بيصدرها للعراق في حربها مع إيران، وبلاد تانية من أفريقيا بدأت تاخد من مصر سلاح متصنع فيها. ومن الناحية التانية بقى قرر أبو غزالة أنه يعمل تنوع في مصادر السلاح اللي بتستورده مصر، بحيث أنه ما يعتمدش على دولة واحدة في الاستيراد ويحصل تنوع في الأسلحة ومصادرها، وعشان ما فيش أي دولة تبقى لاوية دراع مصر بالسلاح. وكان دايما السادات ومبارك بيثقوا في قرارات أبو غزالة لدرجة أنهم ما كانوش بيراجعوا وراء أي قرار يخص منظومة التسليح في الجيش المصري. وكعادة أي جيش يمر من الحرب للسلام بيكون معرض لنوع من التراخي، إلا إن أبو غزالة طور مستوى القوات المسلحة المصرية ورفع من جاهزية القوات لأقصى درجة حتى بعد مرحلة السلام، وكان بيتعامل مع الجيش على إنه في حالة حرب طول الوقت. وعلى الرغم من وفاة الرئيس السادات في حادثة اغتيال المنصة الشهيرة، واللي بالمناسبة كان أبو غزالة قاعد جنبه وقتها واتصاب بثلاث رصاصات سطحية، ولكن يظهر ان عمره كان لسه منتهاش ويعيش ابو غزالة ويموت السادات، الا انه نجح كمان في احتواء الجيش المصري تماما وقتها وقدر يمنع تلاعب اي جهات خارجية او داخلية كان ممكن تستغل الازمة دي في التأثير على الجيش المصري وتدميره. وده كان سلوك ابو غزالة دايما في كل الازمات الداخلية والخارجية طول فترة توليه منصب وزير الدفاع، وبان بوضوح مرة تانية في شهر فبراير سنة 86 لما حصلت أزمة الأمن المركزي المعروفة بتمرد مجموعة من عساكر الأمن المركزي في شارع الهرم، واللي خربوا الممتلكات العامة وقتها بسبب أخبار كاذبة استفزتهم من جهات مجهولة، فقدر أبو غزالة أنه يتدخل بالجيش ويسيطر على الموقف بكل هدوء وسلام ويحل الأزمة، وده اللي حصل بعد ما كان طلب منه مبارك التدخل وبعد إقالة أحمد رشدي وزير الداخلية وقتها. وتمر الأيام وتيجي سنة 89 ويعينه الرئيس مبارك مساعد لرئيس الجمهورية ويبعده تماما عن الحياة العسكرية. وفي الحقيقة بقى مسألة تعيينه مساعد لمبارك وتركه لمنصب وزير الدفاع، المسألة دي كان فيها آراء مختلفة، ففي رأي بيقول ان مبارك عزل ابو غزالة لشعبيته الواسعة في الجيش، والبداية كانت من ايام السادات، وانه كان حاسس ان السادات بيفكر يستبدله بنائب رئيس غيره زي احمد بدوي او ابو غزالة. وحتى بعد وفاة السادات فضل الخوف من شعبية ابو غزالة مسيطر على مبارك. اما الرأي التاني بقى فبيقول ان مبارك عزل ابو غزالة بسبب انه سرب معلومات عن تطوير الصواريخ من امريكا للعراق، والصواريخ دي استخدمها صدام بعد كده في قصف تل أبيب، وده كان بدون علم مبارك، فعزلوا عن الجيش عشان يهدي أمريكا ومن وراها إسرائيل. ورأي تالت ومنتشر جدا بيقول إن عملية الكربون الأسود الشهيرة واللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده في حلقة سابقة على القناة
كانت هي السبب في عزل المشير وسبب غضب الأمريكان عليه، الغضب اللي جه طبعا على هوى مبارك وخلاه ياخد قراره بعزل أبو غزالة. وبصراحة بقى وفي حتة عزل المشير أبو غزالة دي هنسمع كلام كتير وهبد أكتر، ومحدش هيقدر يأكد لك الأسباب الحقيقية إلا أصحاب الحكاية نفسهم. بس برضو خلوني أشوف رأيكم أنتوا في التعليقات بخصوص نقطة عزل مبارك لأبو غزالة، وقولولي تفتكروا السبب ممكن يكون إيه. المهم أنه بعد فترة قليلة من منصب مساعد رئيس الجمهورية ده، واللي كان طبعا يعتبر منصب شرفي كده، قرر أبو غزالة أنه يرتاح ويسيب كل المناصب، لأنه في كل الحالات ما كانش أبدا له أي طموحات سياسية ولا حب في كرسي أو سلطة، ويقرر أنه يختفي تماما بعيد عن الإعلام ويعيش حياته في سلام، ويفضل على الحال ده لحد ما يجيله ابتلاء من ربنا بسرطان في الفك، واللي كان سبب في وفاة المشير العظيم والقائد النبيل محمد عبد الحليم أبو غزالة. واللي حصلت بالتحديد في يوم السبت الموافق 6 سبتمبر في سنة 2008، وفي يوم من أيام شهر رمضان المبارك في السنة دي، عشان تتقفل صفحة رمز من رموز مصر العسكرية اللي قدم كتير لبلده، ويمكن اللي قدمه للبلد دي وما نعرفهوش أكتر بكتير من اللي وصل لينا ونعرفه. مهندس كباري العبور في حرب أكتوبر، والبطل صاحب الإيد العليا لتفكيك الألغام على الجبهة، وصاحب فكرة أبراج المراقبة الحديدية العالية. فمين هو البطل الشهيد أحمد حمدي؟ وإزاي نجح في قيادة ملحمة بناء الكباري في أيام المعركة عشان يعبر من عليها الجنود والمدرعات للضفة الشرقية؟ وإيه حكاية استشهاده البطولية ما بين رجالته على الجبهة؟ وصمود وتحدي لواء إنشاء الكباري التقيلة طول مدة أيام الحرب؟ هنجاوب على كل الأسئلة دي وتفاصيل تانية كتير هنعرفها في حلقة النهاردة، ونبدأ على بركة الله بعد الفاصل. كتير من المصريين للأسف ما يعرفوش حاجة عن أحمد حمدي غير بس اسمه اللي ارتبط بنفق رابط قارتين ببعض وبيودي على سيناء. وسواء كنا مرينا من النفق ده في يوم من الأيام أو مجرد سمعنا عنه، ممكن يجي على بالنا ساعتها إنه مجرد شهيد من شهداء الجيش المصري زيه زي غيره كتير من الشهداء. بس صدقوني الحقيقة أكبر من كده بكتير، واسم الشهيد أحمد حمدي وراه حكاية عظيمة لبطل عظيم، حكاية أكبر من ما كلنا نتخيلها، وحكايته مرتبطة ببطولات كبيرة لسلاح المهندسين وبسالة أبطاله في حروب مصر من 56 ل73. وخلونا في البداية كده نتعرف بسرعة على شخصية بطلنا قبل ما نتكلم عن اللي عمله من بطولات. الاسم أحمد حمدي عبد الحميد حمدي، اتولد في المنصورة وبالتحديد في يوم 20 مايو سنة 1929، وتخرج من قسم الميكانيكا في كلية الهندسة من جامعة الملك فؤاد وقتها أو جامعة القاهرة حاليا. وبما ان شخصيته كانت بتميل للبطولة وحب الوطن من صغره، قرر انه يدخل الكلية الحربية، وبالفعل انضم ليها في سنة 1954 عشان يخرج منها مباشرة على سلاح المهندسين، ويبدأ منه يخلد انجازات عظيمة في سجلات الشرف والبطولة في التاريخ المصري والعسكري. ويوم بعد يوم يتحول أحمد حمدي لواحد من الضباط المتميزين في سلاحه وفي الجيش المصري كله، وما كانش بيفوت أي فرصة تجيله أنه يطور من نفسه إلا واستغلها بجدارة، وأخذ دورات تدريبية وقيادية جوه وبره مصر لحد ما وصل لرتبة عميد في سلاح المهندسين، ووصل لمناصب قيادية مهمة في الجيش زي كبير المعلمين وقائد وحدات الكباري ومنصب نائب قائد السلاح. ويشارك حمدي مع سلاحه في حروب مصر الثلاثة سنة 56 و67 و73، ونبدأ مع رحلة حديدية العالية بطول امتداد الشط الغربي للقناة وبالتحديد ما بين الأشجار، وكان بيختار أماكن الأبراج دي بنفسه ونفذ معظمها بإيده كمان. وفي فترة حرب الاستنزاف كانت مسؤولية سلاح المهندسين كبيرة جدا، وكان لوحدة العقيد أحمد حمدي نصيب الأسد من مهمات سلاح المهندسين في التجهيز والإعداد لحرب رد الكرامة.
ففي الوقت اللي كان فيه جيشنا بيخوض حرب لاستنزاف طاقة العدو على الجبهة، كانت وحدات سلاح المهندسين بتخوض ملحمة من نوع تاني، ملحمة في الإعداد والتجهيز لمعركة العبور اللي كله كان مستنيها، والكل كان متأكد إنها لازم هتحصل في يوم من الأيام. وكانت المهمة الأعظم المتوكلة لسلاح المهندسين في المعركة المنتظرة هي مهمة مساعدة آلاف من الجنود على العبور للضفة الشرقية بكل معداتهم، وده طبعا من خلال إنشاء الطرق والكباري اللي توصلهم للممرات الآمنة. وكانت وحدة العقيد أحمد حمدي ليها دور يليق بكفاءة وبطولة قائدها، فتكلف أحمد حمدي بقيادة وحدة الكباري التقيلة اللي كانت مخصصة لعبور الدبابات والمدرعات والوحدات الميكانيكية من غرب القناة لشرقها، وفي أماكن محددة ووقت لازم يكون محسوب بالثانية. وعلى الرغم من الحرب النفسية القذرة اللي كانت شغالة على قوتنا من العدو، كانت عزيمة وإصرار وحدات المهندسين بتزيد كل يوم عن اللي قبله، وده كان حال كل وحدات الجيش المصري باختلاف مهمتها. وفي الحقيقة كانت الدفاعات الإسرائيلية في سيناء ضعيفة في بداية فترة ما بعد النكسة، إلا أنه بعد إعلان حرب الاستنزاف من جانب مصر وبدأت الخسائر تزيد عند الصهاينة، صمموا على عنادهم في المحافظة على الأرض اللي احتلوها، وبنوا خط بارليف اللي زودوه بالنقط الحصينة وحولوه لأقوى خط دفاعي في العالم وقتها، ولعبور المشابس، وكل ده كان في زمن قياسي أقل من 9 ساعات. وما بين الكباري الأساسية دي ركبوا هياكل خداعية عشان يشتتوا طيران العدو في حالة محاولتهم ضرب الكباري الأساسية لتعطيل عملية العبور. وعلى الرغم من التوقع الأكيد بمحاولة العدو لضرب الكباري، إلا إن أبطالنا من سلاح المهندسين استمروا في مهمتهم وبدون أي ذرة خوف على مصيرهم، وكان كل همهم بس إنهم يكملوا دورهم المطلوب بنجاح. النصر أو الشهادة جزء لا يتجزأ من عقيدة الجندي المصري. المهم إنه في اليوم السابع من المعركة وبالتحديد في يوم 14 أكتوبر، كان العميد أحمد حمدي واقف وسط رجالته بيشرف بنفسه على عملية تصليح كوبري خفيف من كباري المشاة، ولكن يجيله خبر إصابة وتعطيل كوبري تقيل مخصص لعبور الدبابات في منطقة الشط، فقرر إنه يروح بنفسه ويشرف على تصليحه عشان يبقى يرجع للخدمة في أسرع وقت، وخد معاه في العربية أكل ومية لرجالته هناك. وبعد ما وصل وقف معاهم على الكوبري أثناء تصليحه، رغم أنه كان أخطر الكباري المكشوفة والقريبة جدا من قصف مدفعية العدو، وقد كان وده اللي حصل للأسف. وتنزل بالفعل قذيفة على الكوبري استشهد فيها العميد أحمد حمدي لوحده، ومفيش أي حد تاني غيره اتصاب ولو حتى بخدش واحد، وكأنه كان رايح عشان يفدي رجالته بروحه. ويستمر الجنود والضباط بكل عزيمة وإخلاص في تصليح الكوبري بالرغم من حزنهم الشديد على موت قائدهم، وفعلا ينجحوا في ده وتستمر حركة العبور للدبابات والمدرعات المصرية من على نفس الكوبري اللي استشهد عليه أحمد حمدي. وبعدها نقل أفراد الوحدة جثمان قائدهم للغرب، وأجمع كل رجالة الشهيد من ضباط وجنود على مطلب واحد من القيادة، وهو رغبتهم في دفن قائدهم في منطقة الشط تكريما لي عشان يكون رمز للفداء والبطولة كونه استشهد وسط رجالته على الجبهة، رغم ان رتبته كانت بتسمح لي انه يقودهم من مكتبه بعيد عن الخطر. وتمر الايام والقدر كان شايل للعميد احمد حمدي تكريم عظيم من بلده، فبعد نصر اكتوبر وانتهاء الحرب تم ترقية اسم الشهيد لرتبة لواء، وكان أول المكرمين بنجمة سينا من الدرجة الأولى. وبعد فترة فكر قيادات الجيش في أنهم يصلحوا كوبري الفردان عشان يكون ممر رئيسي يربط شرق القناة بغربها والدلتا، ولكن السادات يقرر أنه يعمل بداله نفق بشكل دايم تحت القناة ويعيش النفق ده للزمن، وكان اسم النفق في بدايته نفق الشط، بس السادات قرر أنه يغير اسمه لنفق الشهيد أحمد حمدي تكريم لروح الشهيد اللي بذل كل الجهد في بناء الكباري اللي عبرت من خلالها قواتنا في حرب أكتوبر.
وبدأ حفر النفق في يوم 15 يونيو سنة 77 على عمق 43 متر، وده كان بعد افتتاح قناة السويس ورجوعها لحركة الملاحة بسنتين تقريبا. وتم كمان تصليح كوبري الفردان لاستخدامه في مرور السكة الحديد للعريش، ولكن بقى نفق الشهيد أحمد حمدي هو الممر الرئيسي ما بين سينا والدلتا والغرب، وبالتحديد من ناحية شمال السويس، وهو الممر اللي بيربط ما بين قارتين أفريقيا وأسيا. وتم افتتاح النفق بشكل رسمي في أول مايو سنة 1980، ودعا السادات أسرة الشهيد أحمد حمدي لحضور الافتتاح، وصمم ان كل مراسم الافتتاح تتم والسيدة تفيدة الأيوبي مرات الشهيد على يمينه وبنته الكبيرة أمنية على شماله، ويتفتح النفق بشكل رسمي وينهي عزلة سينا وللأبد عن مصر، ويفضل اسم الشهيد أحمد حمدي رمز للعبور من قارة لقارة، ويتكرم كمان بإطلاق اسمه على أول دفعة اتخرجت من كلية الحربية بعد حرب أكتوبر في يناير سنة 74. وزي ما تخلد اسمه على أول نفق بيربط ما بين قارة أفريقيا متمثلة في السويس وما بين قارة أسيا متمثلة في سينا، اتخلد كمان اسمه على مدرسة في بلده المنصورة، وتسمى باسمه كمان شارع في مدينة العاشر من رمضان وشارع في مدينة السويس. واعتبرت نقابة المهندسين في مصر ان يوم استشهاد البطل احمد حمدي هو يوم المهندسين المصريين. وهي دي باختصار رحلة الحياة القصيرة اللي كلنا بنعيشها، ينعيش ونموت في صمت ومن غير ما نسيب اي بصمة او حاجة للناس تفتكرنا بيها، ينعيش ونموت واحنا ابطال واسمنا يتخلد في كتب التاريخ ليوم الدين. دينامو المخابرات الحربية وهمزة الوصل ما بينها وما بين أهل سينا على الجبهة. ضابط سيناوي قام ببطولات جيش كامل لوحده، ومخرج منفذ لأكبر فضيحة في تاريخ إسرائيل وعلى الهواء مباشرة. رفض يسيب سينا في فترة النكسة وصمم أنه يكمل في بطولاته لحد تحريرها ورجوعها لينا. فمين هو العقيد محمد اليماني؟ وإيه سر ثقة بدو سينا فيه؟ وإزاي قدر يهزم جهاز المخابرات الحربية الإسرائيلية أمان وبأقل الإمكانيات، وخدع أقمارهم الصناعية الحديثة برادارات البشرية، واللي بيهم عمل من سينا كتاب مفتوح قدام القيادات المصرية رغم تعمد إسرائيل بكل الطرق عزلها عن مصر؟ هنجاوب على كل الأسئلة دي وتفاصيل تانية كتير هنعرفها في حلقة النهاردة، ونبدأ على بركة الله بعد الفاصل. خلونا في البداية كده نتكلم عن البيئة والنشأة اللي كونت شخصية نادرة في البطولة والعطاء للوطن. في سينا اتولد بطلنا محمد في بداية الثلاثينات من القرن العشرين، وزي ما بيقولوا كده في الأمثال شبل من ظهر أسد. فأبوه هو محمود سالم اليماني، شيخ قبيلة البيضية والملقب بأسد سينا السائر، وده لأنه كان مشارك دائم في أي ثورات أو مظاهرات ضد الإنجليز من أيام ثورة 1919، وكان شغله الشاغل دايما هو تحفيز أهالي سينا ضد الإنجليز وتشجيعهم على المقاومة. ولما فشل الإنجليز في التعامل معاه قرروا يبعدوه عن سينا تماما ونفوه لمديرية الشرقية، ولأنه كان وطني مخلص من الدرجة الأولى قرر أنه يكمل مسيرة البطولة في أولاده من بعده، وعشان كده صمم انه يعلمهم وفي ظل ظروف صعبة مش مناسبة للتعليم وقتها، وده لانه كان شايف ان العلم والوعي يعتبروا اهم واول سلاح لهزيمة الانجليز او اي اعداء تانيين. وبالفعل قدر انه يعلم ولاده محمد وسالم، وكانت صعوبة مرحلة التعليم لبطلنا محمد سبب رئيسي في تشكيل شخصيته واللي انعكست بعد كده على حياته العسكرية، وصنعت منه واحد من أعظم ضباط المخابرات الحربية زي ما هنعرف بعد شوية. المهم إن محمد خلص تعليمه السنوي في المدرسة السنوية الوحيدة وقتها في الزقازيق بمحافظة الشرقية، وفي أواخر الخمسينات اتخرج من كلية التجارة واشتغل بالفعل في وظيفة محاسب، ولكنه ما يطولش كتير في الوظيفة دي عشان بعدها ينضم للجيش المصري عن طريق كلية الضباط الاحتياط، وتكون دي أول خطوة يمشيها في نفس الطريق اللي مشي فيه أبوه قبل كده، وهو طريق البطولة والتضحية لخدمة الوطن.
ومع الصفات العسكرية اللي تعلمها في الكلية الحربية وقيم أهل البدو اللي هو منهم، اتشكلت شخصية نادرة بتجمع ما بين صفات التضحية المعروف بيها أفراد الجيش وصفات الوفاء والإخلاص لأرض سينا، بلده وبلد أبوه، وده اللي خلاه ما يسيبش الأرض دي حتى في فترة النكسة، ويفضل فيها عشان يكون واحد من اللي شاركوا في رجوعها لينا بالسلامة بعد نصر أكتوبر. فكان اليماني واحد من أعظم ضباط المخابرات الحربية في تاريخ مصر، ومش هنبالغ بجد لو قلنا في العالم كله كمان. وعشان نعرف عظمة الدور اللي لعبه بطلنا في تحرير سينا، وقبل ما نتكلم عن بعض تفاصيله، خلونا نرجع بالذاكرة لشهادة اللواء فؤاد نصار مدير المخابرات الحربية في فترة حرب أكتوبر، لما قال إن لولا الدور اللي قام بيه بدو سينا وتعاونهم مع الجيش ما كناش عرفنا أبدا نرجعها، وقال إن دورهم بيتساوى تماما مع دور القوات المسلحة اللي عبرت القناة. وقال عنه كمان البطل السناوي شلاش عرابي أو هدهد بير العبد زي ما كان ملقب، قال إن وجود ضابط عظيم زي اليماني في سينا كان مصدر ثقة وحافز كبير لكل البدو في حرب الاستنزاف وفي حرب أكتوبر، وإنه كان سبب رئيسي في نجاح كل العمليات البطولية اللي قاموا بيها. وأظن بعد الشهادة دي من مدير المخابرات الحربية بنفسه وشهادة تانية من واحد من أشهر أبطال البدو في سينا، أكيد بدأنا نفهم عظمة الدور اللي لعبه اليماني، لأنه ببساطة كان هو قائد البدو وقتها وهمزة الوصل ما بين أهالي سينا وجيشهم وخصوصا المخابرات الحربية، وكان حرفيا الدراع اليمين للجيش المصري في سينا كلها، وسبب نجاح أغلب عملياته العسكرية هناك طول فترة حرب الاستنزاف. ونكمل حكاية بطلنا اليماني واللي كان في منطقة أم أكتاف على حدود فلسطين المحتلة، وبعد سيطرة العدو على سينا وقت النكسة جات له أوامر بالانسحاب، فاستغل خبرته في الصحراء وحياة البدو اللي تربى عليها، وقدر أن يقود زمايله في الوديان والجبال بعيد عن عيون العدو لحد ما وصل بيهم لمنطقة الساحل شمال غرب سينا، ومن هناك أخذ تعليمات مباشرة من المخابرات الحربية بتدمير معدات قواتنا المسلحة في المناطق اللي سيطر عليها العدو، لأنه طبعا كان من المستحيل سحب المعدات والمخازن الحربية من سينا. فكانت الخطة هي سحب القوات بس وتدمير كل المعدات، وبالتالي منع العدو من الاستفادة بيها. وفعلا في يوم 23 يوليو قدر اليماني ورجالته من بدو سينا انهم يدمروا معدات الجيش المصري في المناطق المحاصرة وحولوها لحتت خردة غير صالحة للاستخدام، عشان بعدها يتكلف رسميا بإدارة كل عمليات المخابرات الحربية في سينا، وده طبعا بحكم أصوله البدوية وانه هيكون أدرى واحد من الضباط بطبيعة سينا وأهلها. وبناء على التكليف ده بدأ اليماني بخلفيته العسكرية وخبرته البدوية يكون شبكة من أهل سينا المخلصين لتنفيذ أي مهمة فدائية تطلب منهم لخدمة الجيش، وقدر بالفعل يجند رجالة كتير ويحولهم لفرق قوات خاصة ما تقلش أبدا في الكفاءة عن أي فرقة في أقوى الجيوش، ونجح تماما أن يوظف مهارات كل فرد معاه ويستغلها في العمليات العسكرية، فكون مجموعات ترشد أفراد الجيش في صحاري سينا بعيد عن عيون العدو، وكون مجموعات تانية من كبار مشايخ القبائل لرفع الروح المعنوية للأهالي وتشجيعهم على التعاون مع الجيش، ومجموعات تالتة كان دورها هو التخابر والاستطلاع في كل نقطة على أرض سينا. ووصلت مجموعات التخابر دي من الكفاءة وباعتراف العدو نفسه إنهم غلبوا الأقمار الصناعية الأمريكية الحديثة اللي كانت بتغطي كل شبر في سينا. ومش هنبقى بنبالغ لو قلنا ان اقل فرد استطلاع من البدو كان عنده خبرة وكفاءة على الارض احسن من اجدع ضابط استطلاع اسرائيلي، وسبحان الله كان اي فرد بدوي من فرق الاستطلاع دي عنده قدرة رهيبة على التحليل والاستنتاج السليم لخطوات العدو قدامه، ولا كأنه درس في اكبر الكليات العسكرية، وتحسها كده كأنها حاجة بالفطرة فيهم، لدرجة ان افراد الاستطلاع كانوا بيخمنوا تحركات قوات العدو في اتجاهات معينة وبيبلغوا ضباط المخابرات الحربية قبل ما يبدأ العدو بالفعل في التحرك. واستمر اليماني في ابتكار وتطوير اساليب عجيبة في التخفي والتمويه والتخابر لرجالته اثناء تنفيذ عملياتهم، فمثلا استخدم الجمال في التجسس على كمائن العدو وتصويرها وفي التواصل ما بين افراد الفرق المختلفة، وفي نفس الوقت استخدمها لتضليل مخابرات العدو عشان ما يتمش رصد أماكن رجالة الاستطلاع في حالة لو كانوا ثابتين في مكان واحد،
فكانوا بيتحركوا بالجمال أثناء تواصلهم بأجهزة اللاسلكي اللي ده على أرض الواقع ومن قلب الخطر. وقدر اليماني يكسب ثقة أهل سيناء كلهم بعد ما بقوا يشوفوه بيشارك معاهم في العمليات، ويوم بعد يوم بقى كل أهالي سيناء بيتسابقوا على المشاركة معاه لخدمة مصر وجيشها. وخلونا نتكلم عن واحدة من عشرات الحكايات اللي تثبت ذكاء اليماني الفطري في اختيار رجالته من البدو ومدى ثقتهم فيه. ففي يوم اتصل اليماني بصديق ليه اسمه عبدالله الخويطر، وده كان مدرس رياضيات من سيناء بس سابها بعد النكسة واستقر في مدينة تانية، وطلب اليماني من عبدالله انه يرجع لسيناء عشان يشارك معاه في عمليات فدائية على الجبهة. فوافق ومن غير اي تردد وساب حياته الآمنة والمستقرة وسافر فورا على سيناء، بس سافر وهو متخفي لأنه كان من الشخصيات المعروفة هناك، ورجوعه مرة واحدة هيكون سبب للشك فيه من مخابرات العدو. ويكلفه اليماني بمهمة خطيرة استمرت لمدة 8 شهور في عمليات استطلاع على الجبهة، وبالفعل ما يخزلوش عبدالله ويحقق إنجازات وبطولات عظيمة. وكانت دايما ثقة اليماني في رجالته في محلها، لدرجة ان قيادات المخابرات الحربية نفسهم كانوا بيستغربوا من اقبال اهل سيناء على التطوع لاصعب المهمات الفدائية. ففي مرة اختار اليماني راجل بدوي عشان يقوم بتهريب مجموعة من قوات المظلات المصرية قبل ما يتم حصارها من العدو، والراجل ما كانش قدامه طريق غير انه ياخدهم في بيته ويخاطر بنفسه وباهله، لا وكمان يدبح لهم من غنمه ويصرف عليهم من جيبه لمدة شهر كامل، لغاية لما قدر في النهاية يرجعهم كلهم بسلام لغرب القناة. وطول فترة حرب الاستنزاف كان اليماني بيتواصل مع قيادات المخابرات الحربية باللاسلكي من مكانه في سيناء، واللي كان بالتحديد في قرية أم حسن جنوب قرية نجيلة في بئر العبد. وقدر اليماني فعلا انه يعوض غياب الاقمار الصناعية العسكرية لجيشنا في سيناء ويبدلها برادارات بشرية اتفوقت على اقمار العدو الحديثة، وخلى سيناء كلها كتاب مفتوح قدام القيادات العسكرية والسياسية في مصر، وفي نفس الوقت كان سبب رئيسي انه يخلي العدو ما يحسش بالامان في اي حتة افتكر خلاص انها بقت بتاعته. والاهم كمان من كل ده هو فشل لمخططاته وحروبه النفسية على اهل سيناء. وكان واحد من اهم المخططات الخبيثة دي واللي كان اليماني سبب رئيسي في فشلها هو مخطط المؤتمر اللي عمله العدو في مدينة الحسنة بوسط سيناء، وكان الغرض من المؤتمر ده هو تحريض اهالي سيناء على الاستقلال واعلان دولتهم عشان تتلغي تبعيتها لمصر، وبالتالي ما يبقاش لينا الحق ابدا بعد كده في المطالبة بيها. وكانوا عايزين كمان يروجوا في المؤتمر ده روايتهم المزعومة اللي بتقول ان اصل سيناء دولة حدودية مستقلة بس مصر هي اللي ضمتها ليها، واسرائيل كانت واخدة وعود من امريكا وعدد من حلفائها بانهم هيدعموا القضية في حالة موافقة اهل سيناء على فكرة التدويل، وبشرط انهم يعلنوا الكلام ده في مؤتمر يشوفوا العالم كله. وطبعا أثناء مراحل التحضير للمؤتمر ده واللي كان بإشراف كامل من موشيه ديان بنفسه ومن وراه جولدا مائير، كان الصهاينة فاكرين إنهم عازلين سيناء تماما وإن مصر كلها بجيشها وأجهزة مخابراتها في حالة غيبوبة من بعد النكسة، وما كانوش يتخيلوا أبدا إن اليماني برجالته ورادراته البشرية بينقلوا كل خطوات وأفكار العدو من كل شبر في سيناء، حاجة كده زي البث المباشر لما بنشوفه على شاشات التلفزيون. وأول ما بلغ اليماني المخابرات الحربية بنية الصهاينة وتحضيرهم لعقد المؤتمر في الحسنة، ادخلت المخابرات العامة عشان تكلفه بمهمة مشتركة مع المخابرات الحربية، والمهمة كانت إفشال مؤتمر الحسنة وقلب الترابيزة على إسرائيل وقدام وسائل الإعلام الدولية والعالم كله. وبالفعل اجتمع اليماني مع كل شيوخ القبائل من سيناء زي شيخ المجاهدين سالم الهرش من قبيلة البياضية والشيخ خلف الخليفات وشيخ المحامين سعيد لطفي وغيرهم وغيرهم كتير من شيوخ القبائل. وكانت الخطة ببساطة هي قلب السحر على الساحر، واتفق اليماني مع الشيخ سالم الهرش انه يستدرج الصهاينة ويقنعهم انه موافق على كلامهم، بس قال لهم انه هيحتاج مهلة بسيطة عشان يقدر يحصل على اجماع وموافقة من باقي شيوخ القبائل في مقابل وعد من الصهاينة على تقديم الحياة المرفهة لأهالي سيناء.
وبالفعل نجح الشيخ سالم في مهمته واطمن موشيه ديان ان اهل سيناء بقوا خلاص في جيبه. وبناء على كده تم عقد المؤتمر في مدينة الحسنة في يوم 31 أكتوبر سنة 1968 وبحضور كبار مشايخ سيناء وحضور كبير من وكالات الأنباء وقنوات التلفزيون العالمية ومعاهم كمان كبار القيادات السياسية في إسرائيل. وكانت الكلمة الأولى في المؤتمر للشيخ سالم الهرش حسب اتفاق موشيه ديان معاه، بس الصدمة حصلت للجميع لما الشيخ سالم مسك الميكروفون وقدام العالم كله قال إن أهل سيناء كلهم بيقولوا معاه إن سيناء مصرية وهتفضل مصرية 100% ومفيش أي مخلوق ليه الحق في الكلام عنها غير الرئيس جمال عبد الناصر. وينزل الكلام ده زي الكرباج على وش كل واحد من الصهاينة الموجودين في المكان، ويجري بسرعة عليه الحاكم العسكري الإسرائيلي لسيناء وخطف منه المايك ويحاول يغطي على كلامه ويعكسه، فقال مين مش موافق على كلام الشيخ سالم يرفع ايده. فما حدش رفع ايده من الحضور من اهل سيناء الابطال، عشان بعدها يتعصب موشيه ديان ويقوم عشان يزق الشيخ سالم من على المنصة ويرميه في الارض، وهو بيوعده بالاعدام والانتقام من كل اهل سيناء. وطبعا المخابرات العامة كانت عاملة حسابها كويس جدا على تأمين ابطالها، وقدر الصقور انهم ينقذوا سالم وعيلته ويهربوهم على الاردن. وبعدها بسنة طلب عبد الناصر ان يشوفه عشان يكرمه، وقدم له شوية هدايا كانت عبارة عن عربية جيب وطبنجة وعباية. بس الشيخ سالم اتبرع بكل حاجة للجيش ورفض انه ياخد اي مقابل مادي، واكتفى بس بالعباية اللي اعتبرها تذكار شخصي من الرئيس عبد الناصر. ونرجع من تاني لبطلنا اليماني اللي كان وصل لرتبة عقيد في المخابرات الحربية، واللي بعد انتصار اكتوبر خرج من الخدمة لما حس انه حقق كل اللي كان بيحلم بيه من خدمة بلده واهله في سيناء بالشكل العسكري، ويكمل خدمته ليها في مناصب مدنية كتير مسكها بعد كده في سيناء او بره سيناء، وكان مثال للشرف والنزاهة في كل منصب او مكان اتواجد فيه وباجماع كل حد اتعامل معاه. وتم تكريمه من القوات المسلحة بنجمة الشرف العسكرية ووسام الشجاعة ونوط الامتياز من الدرجة الأولى، ويتسمى باسمه بعد كده أهم شارع بمنطقة خليج نعمة في مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء. والأهم طبعا من كتابة اسمه على شارع أو منطقة أو حتى مدينة بحالها هو كتابة اسم محمد اليماني في كتب التاريخ، ومش أي كتابة ولا أي تاريخ، دي كتابة بحروف من ذهب في تاريخ البطولات. بطل ابن أبطال لقبه نمر العروبة واسمه أحمد عبد العزيز، بطل بنردد اسمه كتير لما بتيجي سيرة أشهر شوارع الجيزة، وهو شارع البطل أحمد عبد العزيز، ولكن للأسف من غير ما نعرف حكايته العظيمة المشرفة لكل مصري وكل عربي حر. فمين هو البطل أحمد عبد العزيز اللي تسجل اسمه في سجلات البطولة العربية وكمان سجلات الشهداء، وليه هو بطل ابن أبطال، وإيه حكاية نضاله ضد الإنجليز في مصر من طفولته ولغاية فترة خدمته بالجيش الملكي المصري، وعمل إيه في فلسطين لما كان قائد لكتيبة الفدائيين ضد الصهاينة في 48، وإزاي تم استشهاده بعد تاريخ عظيم من الشجاعة والمقاومة والبطولة. هنحاول نجاوب على كل الأسئلة دي وأكتر في حلقة النهاردة، واللي بتمنى بجد يشوفها الصغار قبل الكبار، ونبدأ على بركة الله بعد الفاصل. الحكاية أكبر من مجرد حكاية بطل اتسمى على اسمه شارع زي أبطال كتير قبله أو بعده، بس يمكن ربنا كان له حكمة في تخليد اسمه على شارع مشهور جدا وعلى بعض المدارس كمان. فتخليد اسمه على شارع مهم وحيوي زي ده ممكن يخلينا نحس بقيمة الوطن والأهل، وجود اسمه على بعض المدارس يخلينا نحاول نربي أولادنا على البطولة وحب الوطن من صغرهم. وخلونا في البداية كده نتكلم عن البيئة اللي كونت شخصية أحمد عبد العزيز عشان يكون النموذج الرائع للبطولة زي ما هنعرف بعد شوية. اتولد بطلنا في يوليو سنة 1907 في مدينة الخرطوم بالسودان، وده بحكم ان والده البكباشي محمد عبد العزيز كان موجود هناك قائد للكتيبة المصرية التامنة مشاة.
وبعدها بفترة رجع على مصر بأسرته، ويشاء القدر انه يحضر فيها احداث ثورة 1919، واللي كان ليها تأثير كبير في شخصية الطفل احمد اللي كان عمره 12 سنة وقتها. بداية من موقف استشهاد اخوه الكبير عمر على ايد الانجليز قدام عينيه في المظاهرات المصرية ضد الاحتلال، ومرورا بموقف ابوه البطولي لما خد مجموعة من قواته وهدد الانجليز عشان يفرجوا عن طلبة الحربية والشرطة المصريين اللي اتقبض عليهم في نفس المظاهرة، وإلا هيقتحم مبنى المحافظة في الأزبكية بقواته ويشتبك مع الجنود الانجليز ويخرج الطلبة المعتقلين بالقوة. وبعد الموقف ده من البطل الكبير خاف الانجليز على ارواح جنودهم وافرجوا عن الطلبة المصريين فورا، ولكن بعدها ادوا الامر لمحمد عبد العزيز انه يتوجه بقواته للازهر عشان يمنع مظاهرة موجودة هناك، ولكن البطل محمد عبد العزيز طبعا رفض الاوامر زي ما توقعوا، عشان بعدها يلاقوا سبب مقنع لنفيه لجزيرة مالطا. ومع المواقف البطولية العظيمة دي لابو احمد واستشهاد اخوه الكبير عمر قدام عينيه وهو بيقاوم الانجليز، بدأت بالتدريج تتشكل شخصية أحمد وبقى مشروع بطل من صغره، مشروع فضل يكبر معاه من الطفولة للشباب ولحد آخر لحظة في عمره. وبعد ثورة 19 تيجي ثورة يوليو سنة 1923، وكان أحمد وقتها عنده 16 سنة وكان لازم طبعا يبقى من أهم المشاركين فيها، فانضم البطل أحمد عبد العزيز لوحدة من الجماعات السرية واللي كانت مسؤولة عن توصيل الذخيرة للفدائيين في المناطق المحاصرة من الإنجليز، وكان بيشيل الرصاص في علب السجاير ويمر بيها على كماين الإنجليز، والحقيقة إن ربنا كان بيسترها معاه وبيعدي بسلام في كل مرة، يمكن لشجاعته أو لإيمانه بالحق والقضية. المهم ان دور الشاب الصغير الشجاع ده ما كانش يقل ابدا عن دور الابطال الفدائيين اللي شايلين السلاح وبيحاربوا بيه بالفعل، واحنا هنا بنتكلم عن ولد عمره 16 سنة. المهم انه ما كملش شهور وشال البطل الصغير السلاح بنفسه عشان يشارك في نوع تاني من العمليات الفدائية، وكان بيستنى جنود الانجليز اللي طالعين من الملاهي الليلية اللي كانت قريبة من منطقته واللي هي ميدان صلاح الدين حاليا، وفي يوم كان مستني هو وزميل ليه عشان يصطادوا ضحية جديدة، والضحية المرة دي كانت ضابط انجليزي برتبة كبيرة، وكان سكران وخارج من الملهى مع واحدة من بنات الليل، فقتلوا احمد وزميله بالسكاكين، ولكن البنت اللي كانت مع الضابط صرخت بصوت عالي، فتلمت الشرطة بسرعة وقبضوا على احمد وزميله، بس بعد ما كانوا رموا سلاحهم بعيد وانكروا تماما التهمة الموجهة ليهم. وحتى البنت اللي كانت شاهدة عليهم وحضرت الواقعة لما شافت شجاعتهم ووطنيتهم رفضت تعترف عليهم، وقالت ان مش هما اللي قتلوا الضابط وان اللي قتلوه جريوا بسرعة واختفوا. المهم ان بطلنا فضل محبوس هو وزميله 3 شهور لحد ما تم الافراج عنهم اخيرا لعدم وجود ادلة كافية، بس الحكومة الانجليزية اشترطت على اسرة البطل انهم يسيبوا القاهرة كلها، وفعلا اضطروا انهم يروحوا على المنصورة لبيت كان ليهم هناك، ويخلص البطل احمد عبد العزيز دراسته السنوية بتفوق وبمجموع يدخله طب او هندسة لو كان عايز، الا انه اختار المدرسة الحربية عشان يكمل تاريخ بطولة ابوه في الجيش، وحاول ابوه اللي كان رجع من المنفى انه يقنعه ما يدخلش الجيش عشان الانجليز مش هيدوله فيه اي فرصة بسبب تاريخه معاهم، وبسبب تاريخ احمد نفسه اللي اكيد مش ناسيين انه قتل ضابط انجليزي بالرغم من الافراج عنه، ولكن بطلنا صمم على موقفه، ونصيحة ابوه خلته يتأكد انه لازم يدخل الجيش عشان يقاوم الانجليز من جواه. وبالفعل دخل البطل احمد عبد العزيز المدرسة الحربية وبمساعدة من اصدقاء ابوه من الضباط الوطنيين اللي كانوا لسه موجودين في الخدمة، وده على الرغم من اعتراض الانجليز وبشدة على قبوله في المدرسة الحربية. وتمر الايام والسنين ويتخرج احمد عبد العزيز من مدرسة الحربية وبتفوق كبير جدا، وكان التاني على دفعته، وكانت اول ضربة ليه من الانجليز بعد تخرجه من الحربية هي انهم حرموه من البعثة الخارجية اللي بتكون لاوائل الخريجين من الضباط، وكمان نقلوه من سلاح الطيران بعد ما كان دخلوا وتفوق فيه كمان، وده لانهم كانوا شايفين ان واحد في عقيدة احمد عبد العزيز الفدائية
ممكن يكون خطر عليهم في أماكن معينة في الجيش زي سلاح الطيران مثلا، وبناء على كده نقلوا السلاح لفرسان. ولكن بطلنا كان ليه التفوق في كل مكان يتوجد فيه، وتميز أحمد وبشدة في الفروسية، وده اللي فتح قدامه فرصة أنه يرد الألم للإنجليز بطريقته. بعد ما كانوا خرجوه من سلاح الطيران وحرموه من البعثة، ففي سنة 1935 نظم الإنجليز مسابقة فروسية، وطلبوا من الحكومة المصرية تشارك لو حابين بضابط مصري مناسب من سلاح الفرسان. فاستغل أحمد الفرصة دي وقدم على المسابقة رغم أن زمايله قالوا له بلاش، وده لأن الخيل الإنجليزي كان معروف أنه أقوى من الخيل المصري وقتها، وكان مصروف عليه في كل حاجة، حتى السرج نفسه بتاع الحصنة الإنجليزي كان شكله أفخم بكتير من المصري. ده غير أن الفرسان الإنجليز متدربين طبعا على أعلى مستوى وبشكل مختلف أكيد عن التدريب اللي كان بياخده الفرسان المصريين. وبالرغم من كل اللي قلناه ده، ثقة البطل أحمد عبد العزيز في نفسه ما تهزتش، وزاد إصراره على التحدي وخوض التجربة للنهاية، وقضى ليالي كاملة بيدرب حصانه اللي كان اسمه فهد. وفي يوم المسابقة اتفاجئ الجميع انه في ضابط مصري موجود من ضمن المشاركين، فحس المصريين انه داخل عشان يتحدى الإنجليز، وفضلوا يشجعوا فيه ويهتفوا له طول المسابقة. وبعدها اتحولت الهتافات لتحيا مصر مستقلة وتحيا الأمة العربية، وكانت المسابقة هتقلب لثورة. المهم انه في النهاية فاز بطلنا بالمركز الأول، ولكن اللجنة المنظمة للمسابقة قالت انه ما ينفعش ياخد المركز ده والإنجليز هم أصحاب المسابقة والمنظمين ليها، وبناء على كده خلوه في المركز الثاني. بس طبعا كل المصريين والحكام كانوا عارفين كويس انه صاحب المركز الأول الفعلي. وبعد المسابقة دي طلب الملك فؤاد الأول اللي كان بيحكم مصر وقتها إن أحمد يكون من ضمن الحرس الملكي، بس قال له كبير ضباط الحرس إنه للأسف أحمد عبد العزيز عليه تهمة قتل ضابط إنجليزي قبل كده، ووجوده في القصر الملكي هيكون غلط بكل المقاييس. المهم إنه بعدها اتنقل أحمد عبد العزيز من سلاح الفرسان للعمليات الحربية، والغريبة ان حصانه فهد رفض اي حد يركبه بعده، وتكريما لاحمد سابوا الحصان فعلا ومحدش ركبه تاني، حتى لما كبر ما ضربوهوش بالنار زي المعتاد، وفضل مكرم لغاية ما مات موتة طبيعية. نسيت اقولكم انه في نفس السنة اللي فاز فيها بطلنا بمسابقة الفروسية، حاول الانجليز انهم يقللوا من شعبيته قدام المصريين، فطلبوا منه يمنع مظاهرة ضد الانجليز في المنصورة، وطبعا رفض البطل على طريقة أبوه المشاركة في أي عمل ضد الشعب المصري وضد سلامة المدنيين. وكمان نبه المتظاهرين أنه للأسف أكيد ضابط غيره هيقبل أنه يقف ضد مظاهراتهم، وطلب منهم ياخدوا حذرهم عشان يحموا نفسهم. واستمر البطل أحمد عبد العزيز في خطبه وكتاباته لتلاميذه من الضباط المصريين الصغيرين اللي كانوا بدأوا ياخدوه قدوة ونموذج ليهم. وتمر السنين وتيجي سنة 1948، ويعلن الصهاينة وبكل بجاحة قيام دولتهم المزعومة على أرض فلسطين، وقررت الشعوب العربية كلها التحرك لوقف الكارثة دي قبل ما تكمل، وكان من أوائل المتطوعين البطل أحمد عبد العزيز اللي قرر أنه يوهب روحه ومنصبه وكل ما يملك في سبيل القضية الفلسطينية، واستقال من الجيش المصري عشان تكون الخطة وعلى حسب وجهة نظره هي مواجهة الصهاينة بكتائب فدائية مش من خلال الجيوش النظامية، لأنه كان شايف إن الجيوش العربية لو دخلت المعركة في البداية فده هيكون في صالح الدولة المزعومة، لأن الموضوع بعد كده هيتحول لعدة دول بتحارب دولة واحدة ويزيد التعاطف الدولي مع الصهاينة. المهم ان بطلنا قرر انه يخرج معاش مبكر من الجيش، وكان وقتها وصل رتبة عقيد، وبدأ احمد عبد العزيز ينادي بالمقاومة والجهاد في فلسطين، وانضم ليه كتير من المتطوعين المصريين سواء من الجيش او من المدنيين، فكون مجموعة من الفدائيين ودربهم في وحدة عسكرية كانت تابعة للجيش الانجليزي في منطقة اسمها الهايكستيب في القاهرة حاليا، وخد من راس النمر شعار ليه والمجموعته، وكان فعلا نمر في جسارته وقوته على العدو،
وبالمناسبة ده نفس الشعار اللي أخده بعدها بسنين بطل تاني ما يقلش عن بطل حلقتنا واسمه إبراهيم الرفاعي، عشان يكون شعار لي والمجموعته اللي كان اسمها المجموعة 39 قتال. المهم نرجع من تاني لبطلنا أحمد عبد العزيز، واللي قدر يوصل لفلسطين بوحدته الخاصة اللي كانوا بيلقبوها بكتيبة الكوماندوز المصرية أو كتيبة خفيف الحركة. بس هناك وبعد معارك انتصر فيها أحمد ومجموعته على عصابات الصهاينة، اتفاجئ بالجيش المصري والجيوش العربية ابتدت توصل لفلسطين، فتضايق جدا لأن الموضوع اتحول لصراع دولي واعتراف غير مباشر بالدولة المزعومة من الحكومات العربية قدام مجلس الأمن. ولكن بطلنا ما وقفش كتير قدام الأفكار دي واستمر في مقاومة مجموعات الصهاينة، وقدر يوصل لأعمق نقط في فلسطين بكتبته من الفدائيين، نقط ما قدرش يوصل لها أي جيش من الجيوش العربية اللي وصلت. وقدر البطل أحمد عبد العزيز وبأقل الإمكانيات إنه يعمل ومعاه مجموعته اللي ما قدرتش تعمله كتائب الجيش المصري المنظمة وكتائب الجيش الأردني بعددها الكبير. وشارك أحمد ومجموعته مع كتيبة أردنية في معركة كبيرة مع الصهاينة في قرية صور باهر بالقرب من بيت لحم، ولكن للأسف المعركة دي اتحولت لهزيمة كبيرة للفدائيين بعد ما كانوا منتصرين فيها، وده لما انشغلوا في جمع الغنائم من الأسلحة فحصروهم الصهاينة وقتلوا منهم عدد كبير. ولكن أحمد قدر أنه يفلت بمجموعته ويخلص كمان كتيبة مصرية من حصارهم، والحصار ده كان للأسف سبب مهم لقبول الدول العربية بقرار الهدنة من بريطانيا والموافقة على وقف إطلاق النار ما بين قوات الصهاينة وقوات العرب. وكعادة الصهاينة في الغدر والمكر استغلوا وقت الهدنة بتسليح نفسهم كويس، ودخلوا أسلحة الطيران المتطورة وبكميات كبيرة لفلسطين، عشان طبعا يبقوا ينزلوا بكامل قوتهم بعد انتهاء الهدنة ويقدروا يحتلوا قرى ومدن جديدة. وفي صباح يوم 22 أغسطس سنة 1948 تم دعوة البطل أحمد عبد العزيز لمقر القنصلية البريطانية عشان يكون من الموقعين على الهدنة، ولكن وبعد ما يحضر الاجتماع رفض انه يقعد مع موشيه ديان على نفس الترابيزة، ورفض انه يتنازل للصهاينة عن بعض المواقع اللي كان محررها ومسيطر عليها، وقرر انه يرجع فورا لمقر قيادة الجيش المصري في غزة ويبلغهم بنفسه عن سوء نية الصهاينة. ولكن يشاء القدر انه يمر بقرية تحت سيطرة الفدائيين والقوات العربية، وكانت القرية دي مستهدفة من الصهاينة، وعشان كده كان في عندهم تعليمات بضرب اي هدف يشتبهوا فيه، فللأسف ضربوا عربية البطل احمد عبد العزيز بمجرد ظهورها على اول الطريق، واستشهد البطل فجر يوم 23 اغسطس سنة 1948 بنيران صديقة اتضربت عليه بالغلط، عشان ترجع الروح للي خلقها بعد رحلة مطولتش كتير واستمرت لمدة 41 سنة بس، أضاها كلها تقريبا بطولات في حب بلده وعروبته. ودفن البطل أحمد عبد العزيز في قبة رحيل في بيت لحم ومعاه ثلاثة من زمايله الشهداء، ودي كانت واحدة من أعمق النقط اللي وصل ليها بطلنا مع قواته في فلسطين، وتحول المكان المدفون فيه لنصب تذكاري حوطه الصهاينة بعد كده بسور من الأسلاك الشائكة، وما يفضلش في مصر ليه غير اسمه اللي تم إطلاقه على بعض الشوارع والمدارس في مختلف المحافظات، أشهرهم طبعا شارع حيوي جدا في منطقة المهندسين في القاهرة، وتلت مدارس في فلسطين نفسها وفي البلدة اللي استشهد فيها. واتقفلت صفحة البطل أحمد عبد العزيز في الدنيا، بس التاريخ مش ممكن يقفل الصفحة، ولا ينفع أبدا ما نشوفش اسم الراجل ده وإحنا بنقلب في صفحات البطولات. شكرا على حسن استماعكم، كان معاكم احمد شوقي.